المايك يا دكتور، المايك يا دكتور علي مقفول. ازاي صحة يا دكتور ايمن؟ اهلا دكتور علي، فرصه سعيده، اهلا بحضرتك. ده شرف لي وجودي مع حضرتك يا ربنا دكتور. يبارك فيك يا فندم، ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك. الله يخليك يا دكتور. فرصه سعيده يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتشرف النهارده بالندوه العظيمه وبوجود حضراتكم جميعا. الندوه النهارده أشكر مجموعة بيم أريبيا على دعوتها الكريمة لنا جميعا واستضافتهم لنا في اليوم ده مع أساتذتنا وعلمائنا. نشكركم جدا بيم أريبيا، ونشكر أساتذتنا الأستاذ الدكتور أيمن عثمان والأستاذ الدكتور علي عبد الرؤوف على موافقتهم على حضورهم ومشاركتهم بعلمهم وفكرهم في هذه الندوة. وأنا يعني إن كانت شهادتي مجروحة لأن أنا أحد تلاميذهم هما الاثنين يعني، ولكن يعني أفخر بهذا، يعني أن أول ما تعلمت على إيده العمارة كان دكتور علي عبد الرؤوف وأنا في أول عمارة، وأول من رجعت وعملت معاه كمدرس كان دكتور أيمن عثمان بعد عودتي من الدكتوراه يعني. فأشكركم جزيلا لتقبلكم الدعوة وتقبلكم ان انا ادير هذه الندوه وانا تلمسكم يعني. تمام. النهارده الندوه بتاعتنا يعني بس احنا دلوقتي الغرفه قربت تدخل على 100، فبعد كده احنا عاملين لايف على صفحه بيم اريبيا وعلى صفحه بقيه الزملاء، فلو حد بعد كده ما قدرش يدخل هيتحول على اللايف، لان بدات توصل لي شويه تساؤلات عن اللايف يعني. النهارده الندوه بتاعتنا هيبقى فيها جزء المتحدثين هيلقوا محاضراتهم، ثم جزء للمناقشه والحوار. تمام. على الترتيب ان شاء الله استاذنا دكتور ايمن هيلقي الكلمه الاولى، ثم دكتور علي عبد الرؤوف، ثم اثناء الكلمات اللي عايز يقدم اسئله للاساتذه يكتبها ويبعتها لي برايفت. تمام. على الشات، ثم لو خلصت الاسئله البرايفت عشان بنجمعها، ولو السؤال متكرر ما بنكرروش، ولو في مجال ان الناس تسال اسئله لايف ان شاء الله لو في وقت يعني يشرفنا اسئلتكم وتساؤلاتكم. والهدف من هذه الندوه ان احنا نتشارك كلنا في الفكر والمعلومه في قضايا المعماريه والعمرانيه. تمام. ندوه اليوم بتتحدث عن المدينه والاحداث الكبرى، سيتي اند ميجا ايفنتس. تمام. الهدف من الندوه دي، تهدف الندوه لتعريف تعامل المدن مع الاحداث الكبرى زي الدورات الاولمبيه وكاس العالم ومعرض العالم، والقاء الضوء على التقنيات والاساليب المعماريه والانشائيه المبتكره التي يتم استخدامها في هذه الاحداث. تمام. ايه هي الاحداث الكبرى؟ طبقا للتعريف هي الاحداث الثقافيه واسعه النطاق التي تكون في صورة وطنية أو على مستوى ناشنال أو انترناشنال أو دولي يعني، وتنظم بعيدا عن التركيبات الروتينية والريتم الروتيني. تمام. زي إيه؟ زي الورلد إكسبو، زي الورلد كاب، الأولمبيك جيمز أند سو أون. تمام. دي عشان في بعض التساؤلات وصلتنا أثناء ما إحنا بنعلن عن الندوة، أنتوا هتتكلموا عن إيه؟ وإيه علاقة ده بالعمارة؟ تمام. الأحداث العالمية دي وثيقة الصلة بالعمارة والعمران، وبيندمج معاها كمان الميجا كونستراكشن والميجا ديزاين والمشروعات العملاقة في التخطيط والتصميم والانتيريور ديزاين كمان، يعني بتخش فيها وبتخش فيها المسابقات المعمارية، ومجال بقى واسع وضخم جدا في هذا المجال. فإيه علاقة الأحداث الكبرى مع المشروعات العملاقة أو الميجا ايفنتس بالميجا بروجكتس؟ ده برضه هيبقى حديث شيق، واستاذنا دكتور ايمن عثمان النهارده هيكلمنا عن المشروعات العملاقه وايه هي في الدول الناميه، وهو استاذنا خبير في هذا الموضوع. ودكتور علي هيكلمنا عن الاحداث العملاقه وازاي التنظيم ليها كمدينه، وازاي البراندنج وازاي الماركتنج والقصه التخطيطيه والتصميميه ديت. تمام. المتحدثين مع حضراتكم دكتور احمد هارون مدير اللقاء، استاذنا الاستاذ الدكتوره ايمن عثمان
رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة الجامعة البريطانية بمصر. هي عنوان محاضرته المشروعات العملاقة في الدول النامية التحديات والفرص. الأستاذ الدكتور علي عبد الرؤوف أستاذ العمارة والعمران بجامعة محمد بن خليفة. العنوان بتاع المحاضرة بتاعته البحث عن الذات السردية المعمارية والعمرانية لتنافسية المدن المعاصرة حالة المدينة والحدث. المتحدثين طبقا للترتيب وكلهم يعني كل واحد منهم علم يعني. الله يكرمك. أستاذنا الدكتور أيمن هنقول تعريف بسيط عن أستاذنا الدكتور أيمن عثمان. هو أستاذ إدارة المشروعات والتشييد، رئيس قسم الهندسة المعمارية بالجامعة البريطانية في مصر، بكالوريوس الهندسة المعمارية قسم الهندسة المعمارية جامعة أسيوط سنة 91، ماجستير العلوم في إدارة التشييد إدارة المشروعات قسم هندسة البناء والمساحة جامعة هيريوت وات في المملكة المتحدة سنة 99، دكتوراه فلسفة في الهندسة المدنية إدارة المشروعات والتشييد قسم البناء والهندسة المدنية جامعة لافبرا المملكة المتحدة سنة 2004، عمل في مجال التصميم المعماري وإدارة المشروعات في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤلف للعديد من الكتب والأبحاث العلمية المنشورة والدوريات والمؤتمرات، نائب رئيس تحرير Journal of Construction والتابع لاتحاد أقسام تدريس إدارة التشييد بدولة جنوب أفريقيا، محكم أكاديمي معتمد وعضو الهيئة الاستشارية للعديد من الدوريات الدولية الأكاديمية والمحكمة، وأستاذ ومحاضر في أكثر من جامعة في الدول العربية وفي العالم، ويعني إيه ويشرفنا بكلمته. والكلمة مع حضرتك والتعريف مع دكتور علي قبل محاضرة دكتور علي إن شاء الله. تفضل حضرتك. شكرا دكتور أحمد، بارك الله فيك. يعني في البداية أنا يعني بتوجه بالشكر والتقدير لأخونا العزيز الدكتور أحمد هارون، وبما ربي لاستضافة اللقاء. والحقيقة برحب بالأخ العزيز الأستاذ دكتور علي عبد الرؤوف. يعني الحقيقة احنا لم نلتقي يعني شخصيا، ولكن احنا يعني على الفيسبوك متواصلين بشكل دائم، فيعني فرصة سعيدة. وبرحب بكل الحضور للندوة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنها تكون يعني ذات نفع وفائدة للجميع. أنا بس لازم دكتور أحمد هشير الباوربوينت. تفضل يا فندم، تفضل المايك والمنصة مع حضرتك. ربنا يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نستفتح بالذي هو خير، يعني سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الموضوع اللي هتكلم عليه النهاردة إن شاء الله يعني بفضل الله بتكلم عن الميجا كونستراكشن بروجيكتس in developing countries challenges and opportunities. وهو الحقيقة الموضوع ده يعني من الموضوعات الشيقة والموضوعات اللي لم تلقى يعني المزيد من الأبحاث في الكونستراكشن ليتريتشر. وهنستعرض الـ يعني الموضوع مع بعض. وأنا يمكن الحقيقة اللي أنا حبيت إن أنا أفوكس على الديفلوبينج كونتريز، لأن الديفلوبينج كونتريز من الدول المحتاجة للميجا بروجيكتس واللي عندها مشاكل بتواجهها في عملية التنمية. دكتور أحمد الصوت كويس؟ يعني أنطلق ولا في حاجة في الصوت؟ لا صوت كويس دكتور. تمام يا فندم. الميجا ايفنتس والميجا كونستراكشن بروجيكتس، وده نقدر نقول ان هما تقريبا يعني عملتين او وجهين لعمله واحده. دكتور ايمن ممكن حضرتك تدوس اف 5 عشان تبقى على عشان الـ اعمل الـ طيب ممكن نشغل من تحت هنا اف 5. تمام كده يا دكتور عشان تمام. تبقى واضحه كلها. الميجا ايفنتس والميجا بروجيكتس زي ما قلت هما يعني وجهين لعمله واحده، وده يعني نقدر نقول ان هو من قدم التاريخ احيانا كانت بتحصل احداث كبار بتتطلب ان يقام ليها مشروعات ضخمه علشان تجسد الحدث وتوثقه. واحيانا كانت بتبقى في مشروعات كبيره ضخمه ميجا بروجيكتس بتتطلب انها يتعمل لها احتفال ضخم. واحنا عندنا اكزامبل من الاثنين، المعبد اللي على اليمين معبد حتشبسوت،
وكان بيوثق انتصاراتها في حروب الحبشة، واللي على الشمال ده حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 أيام الخديوي إسماعيل. يعني هو دعا دول العالم كلها والملوك أنهم يجوا يفتتحوا قناة السويس، وأنشئت قصور ضخمة في مصر لإقامة الملوك والزوار اللي زاروا القاهرة لافتتاح قناة السويس. فده بيقول ان في ميجا بروجكتس بيعقبها ميجا ايفنتس، او العكس ميجا ايفنتس بيحصل لها ميجا بروجكتس. زي ما الدكتور احمد اشار من شويه، الاحداث الاولمبيه دي من اكتر الحاجات اللي هي يعني بتاتراكت الناس بتحب الرياضه. فاللي على الشمال ده كان بيتكلم على يعني اول اولمبياد اقيم في العالم في اثينا، وده طبعا كان ميجا بروجكت في زمنه، وكانت عمل ليه حدث ضخم. اللي على اليمين يعني الاولمبياد بتاع طوكيو 2020 اللي هو اتاجل، المفروض كان يتعمل 23/7 ولكن حصل له تاجيل. فده بيقول ان في علاقه وطيده بين الميجا بروجكتس والميجا ايفنتس اللي بتتم داخل المدن، سواء كانت على مستوى الدول او كانت يعني داخل الدوله او على مستوى العالم. وزي ما حضراتكم عارفين ان الفيفا بيعمل فاندنج للمشروعات بتاعه احداث كاس العالم، بيعمل فاندنج علشان يساعد الدول الناميه اللي ما بيكونش عندها فند كفايه انها تعمل المشروعات بتاعتها. فاصبح قدامنا حاجتين، ان الميجا ايفنتس بتليد لميجا بروجكتس، والميجا بروجكتس بتتطلب ميجا ايفنتس. ايه علاقه الميجا بروجكتس بالديفلوبينج كونتريز؟ الميجا بروجكتس بتعتبر احد الاستراتيجيك اوبجكتيفز للدول الناميه في تحقيق، سواء الناميه او غير الناميه، في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. المطارات بتعتبر ميجا بروجكتس، المحطات الانتاج الوقود النووي بتعتبر من الميجا بروجكتس. وزي ما هنشوف بعد شويه ان شاء الله، ان كل بروجكت باي ديفينيشن بيعدي بليون دولار بيصنف على انه ميجا بروجكت. الدول النامية بتعتبر بيسموها land of contrast. land of contrast بمعنى ان زي ما حضراتكم شايفين، يعني دي كانت خريطة لقارة افريقيا. القارة مليئة بالبترول، مليئة بالذهب، مليئة بالكوفي، مليئة بالغاز، مليئة بالذهب. فالدول النامية برغم انها ليها موقع متميز على يعني سواء على البحار والانهار، وقارة أفريقيا يعني زي ما احنا شايفين هي محاطة بالمية من جميع الجهات، بالإضافة للأنهار اللي بتمشي فيها، بالإضافة للمينرالز، الجيوغرافيك لوكيشن، القوة البشرية اللي موجودة داخل الدول النامية، القدرات الاقتصادية والزراعية، رغم كل الثروات اللي موجودة دي، معظم سكان الدول العالم او الدول الناميه بيصنفوا من فقراء العالم وتحت خط الفقر. ولذلك هي بتعتبر من الدول اللي في بينها تناقض، عندها ثروات غير مستغله. وانا يعني الابحاث بتقول ان قد يكون ان المقصود ان الدول الناميه تظل في حاجه دائمه للدول الكبرى في انشاء المشروعات دي، لان المشروعات دي بتعتبر يعني لما بنجيب مشروع ضخم عندنا ونجيب دولة من بره تصممه لنا، وطبعا باعتبار احنا ما عندناش الكواليتي او الكابابيليتي في الكونستراكشن، فهو بيصممه لي وبينفذه لي، فهو كأنه عنده أسرار البلد. فهو قد يكون الموضوع ده مش بس يعني عجز من الدول النامية انها تعمل المشروعات دي، ولكن قد يكون الكلام ده مقصود فعليا ان الدول النامية لا يتم استغلال الثروات اللي عندها وتظل في حاجة دائمة للدول العظمى. وده اللي ايه يعني الجراف ده بيفرجنا ان الدول العالم بتستثمر ثروات العالم، ولكن احنا ما زلنا في امس الشروط او في امس الحاجه لان احنا ناخد قروض من الدول العالم، الدول المتقدمه، سواء القروض كانت فلوس، سواء القروض دي كانت خبرات، كانت تصميم. فاحنا ما زال عندنا الفجوه بين ان احنا اغنياء بالثروات وبالامكانيات بتاعتنا، ولكن في نفس الوقت عندنا عجز في الايه في الـ في الـ في التطبيق وانشاء النوع ده من المشروعات.
أحدث الإحصائيات بتقول إن حوالي 85% 0.4 من سكان العالم بيعيشوا في الدول النامية. يعني معنى كده إن 15% من العالم بيعيش في الدول اللي نقدر نقول إنها developed أو in transition، اللي هي الدول اللي بتتحول من إلى، ولكن 85% من العالم بيعيشوا في المناطق أو في الدول النامية، واللي معظم ثروات العالم بتيجي من الايه، من الدول دي. يمكن انا باعتبار اشتغلت فتره يعني من حياتي في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا من اكثر دول العالم اللي فيها ثروات، يعني فيها اكبر منجم ماس في العالم واكبر منجم ذهب في العالم، ومع ذلك بتصنف من افقر، يعني في عن يعني في شريحه من من ال من ال من الشعب في جنوب افريقيا دول مليارديرات، ولكن غالبيه الشعب بيعيش تحت خط الفقر برغم الثروات الموجودة. وده كان أحد الأسباب الرئيسية أن دولة زي جنوب أفريقيا تظل محتلة لمدة 400 سنة. يجي الفرنسويين ويمشوا، يجي البرتغال ويمشوا، يجي الإنجليز ويمشوا، فهي يعني هما بيحاولوا يحطوا إيديهم على مكان من الثروات في الدول النامية، وبيحرصوا أن الناس دي تظل في أمس الحاجة للنوهاو بالنسبة للمشروعات. يعني أنا من نافلة القول كان يعني كان احد الطلاب اللي كانوا بيشتغلوا معايا في ابحاث التخرج، كان لما عملوا الكاس العالم في جنوب افريقيا 2010، كانت احد الطالبات اللي معايا كانت بتعمل بحث التخرج بتاعها هل صناعه التشييد في جنوب افريقيا استفادت من الدول اللي جت انشات الاستاديومز بتاعه كاس العالم. عملنا سيرفي كويشنير ونزلت للقبلة المهندسين اللي شغالين في المشروع، فكانت النتيجة ان العقود الشركات اللي صممت الاستادز في جنوب افريقيا والمقاولين اللي ترس عليهم العمل كانت شركات ألمانية. الشركات الألمانية كان العقد بينها وبين حكومة جنوب افريقيا ان النو هاو ده لا ينقل من الحكومة الألمانية للحكومة الجنوب افريقية. فزي ما السفن الألمانية راحت بمعدات التشييد الضخمة وبالتكنولوجيا العالي، نفذت المشروعات ومشيت. فصناعة التشييد في جنوب أفريقيا لم تستفد من وجود مهندسين وشركات مقاولات كبرى. الكلام ده مقصود ان الدول دي تظل في أمس الحاجة للدول العظمى في المنطقة الخاصة بموضوع الميجا بروجيكتس. الـ developing countries كدول نامية، من ضمن الكاركترستيكس بتاعتها، أول حاجة الحاجات اللي بتوصفها according للليتريتشر هي بتعتبر low standard of education and vocational training. احنا لو بصينا على أي إحصائية لدول العالم في موضوع التعليم، بنلاقي الدول يعني الدول العالم الثالث في ذيل القائمه بالنسبه للتعليم وبالنسبه للتدريب. وكذلك موضوع الاوت فلو اوف بيست برينز، ان العقول المفكره في الدول الناميه اللي هي ممكن تصمم ميجا بروجكتس بيتم استقطابها للخارج بشكل او باخر، فبيحصل يعني برين درين للعقول المفكره في الاريا دي. من ضمن الحاجات او الخصائص الدول الناميه موضوع الكوربشن والبوليتيكال انستابيليتي، الفساد اللي بيدور داخل الهيئات المصممه الديزاينرز داخل الحكومات وعدم وجود استقرار سياسي في البلاد بيخلي مشروعات بالضخامه دي صعب انها تنفذ داخل الدول دي، فبنضطر ان احنا نجيب الموضوع ده من بره. ان مفيش كابيتال عند الدول نتيجه مفيش بوليتيكال استابيليتي، وكمان ان التكنولوجيا المستخدمه في الدول بتاعتنا ما زالت اوت ديتد. يعني لو احنا بس بنتكلم بريفلي على موضوع البيلدينج انفورميشن موديلنج، والباشمهندس عمر معانا مستضيفنا شكرا جزيلا، ما زال موضوع البيلدينج انفورميشن موديلنج في العالم العربي يعني بيحبو او في خطواته الاولى. لكن لو احنا بصينا على حاجه مثلا زي اليو كي او الدول الاوروبيه يعني قطعت بون شاسع في الموضوع ده. فالاوت ديت التكنولوجي واللو ليفل اوف برودكشن مخلي الدول الناميه يعني ما هياش قادره انها تعمل ميجا بروجكتس. كمان موضوع البور هيلث كير واللو لايف اكسبكتنسي،
عملوا احصائيات كده سريعه اللي اني ان الهيلث كير في العالم العربي او في الدول الناميه بيعاني معاناه شديده، وده بيرفلكت على صحه البني ادمين، وده بيرفلكت كمان على اللايف اكسبكتنسي. دايما احنا نقول الناس في اوروبا معمرين، نتيجة الظروف او الرعايه الصحيه، طبعا الاجيال يعني الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الرعايه الصحيه المتوفره بره غير الرعايه الصحيه الموجوده عندنا، وده بيأثر فعليا ان بينشا جيل من الشباب او من المهندسين او من اولادنا يعني ما هوش قادر او كيبابل اني يعني يدخل في مجال تصميم نوع من المشروعات الكبيره اللي احنا بنتعامل معاها. اخر حاجه الديفيكولتي ريليتد للسوشيال والديموغرافيك والكالتشرز، احنا عندنا مازال يعني السوشيال دايمنشنز الكالتشر، ان احنا موضوع مثلا نقدر نقول عقده الخواجه، هو يعرف احسن مني، انا الموضوعات دي انا ماليش فيها. القناعات الداخلية دي لدى الشعوب في الدول النامية بتخلي الناس ما هيش كيبابل أو إنها إيجر إنها تدخل وتشتغل في نوع ده من الإيه من البروجكتس. آخر إحصاء للبنك الدولي 2020، يعني التقرير هو لسه صادر من كام شهر، بيتكلم على الكلاسيفاينج للدول النامية، مقسم العالم لكاتيجوريز، فبيتكلم عن الدول اللي هي اللو انكم كانتريز، اللي هي الدول اللي يعني اللو انكم واللور ميدل انكم والابر ميدل انكم، كل دول بيعتبروا في ايه في كاتيجوري الدول الناميه. يعني الاسره اللي هي دخلها يعني اقل من $1,000 في السنه دي بتعتبر دولة ايه يعني دي بتعتبر من الدول النامية، وانا اعتقد ان احنا يعني في كثير من الدول يعني احنا ممكن ما نوصلش للرقم ده. فده من ضمن تصنيفات العالم او لما بيصنفوا بيقارنوا بين الدول النامية والغير نامية. في مقياس تاني عملته اليونايتد نيشنز بيتكلم باسمه الهيومن ديفلوبمنت اندكس، ده كان بيقول ان لما بيجي يصنفوا الدول الناميه والغير ناميه او الدول الناميه والترانزيشن او الديفلوب، بيتكلم عن اللونج والهيلثي لايف، بيتكلم عن النوليدج، هل الناس دي عندها تريننج، هل عندها اديوكيشن، بيتكلموا عن الديسنت ستاندرد اوف ليفنج، ان الناس بتعيش حياه كريمه ولا لا. فابتدوا صنفوا الدول وعاملين سكيل مصنفين الدول يعني بيزد على الكريتيريا والاستاتستكس اللي بيعملوها، فمصنفين الدول حسب المقاييس اللي دول الهيومن ديفلوبمنت عندها منخفض، الدول يعني احنا مثلا مصر محطوطه ترتيبها 119 على 190 دوله في موضوع الهيومن ديفلوبمنت. الدول او الحكومات في الدول الناميه برغم المشاكل اللي ممكن تواجه عملية إنشاء المشروعات الميجا بروجيكتس، الدول النامية مسؤولة إنها تنشئ مشروعات بنية تحتية أو ميجا بروجيكتس، لأن ده أحد التولز أو الاستراتيجيز عشان تعمل سستينابل ديفلوبمنت داخل أي كونتري. وبالتالي ده بيقودنا إن إحنا يعني نسأل ايه هي الميجا كونستراكشن بروجكتس، ايه الكاركترستكس بتاعتها، وايه المشاكل اللي موجوده عندنا علشان نتلافى الموضوع ده، لان الاريا او التخصص ده يعني اذا لم يتم تداركه سنظل دائما انت في امس الحاجه لحد يجي يصمم لك وحد يجي ينفذ لك. يعني احنا عندنا مثلا في مصر شركتين كبار، عندنا المقاولين العرب واوراسكوم، اكبر شركتين مقاولات في مصر. لما بنيجي في مجال الميجا بروجكتس هو بيدخل كسب كونتراكتور، لان هو ما عندوش الكابابيلتيز ان يعمل حاجه زي كده. فده محتاج يبقى في اكشن يتاخد، لاني حتى الدول يعني ايه يعني تبني الكاباسيتي عندها انها ما تبقاش مضطره في يوم من الايام انها تستعير حد يعمل لها ديزاين وكونستراكشن. فزي ما احنا بنقول ان 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 اون ذا وان هاند ان الميجا كونستراكشن بروجكت عايزه يعني هاي ديزاين كابابيلتي، عايزه تكنيكال سكيلز، وعايزه كومبتنت هيومن ريسورسز، وعايزه مانجيريال كابابيلتيز، دي حاجات محتاجينها علشان نعمل الديزاين
والكونستراكشن بتاع الميجا كونستراكشن بروجكتس، ولكن على النقيض الدول الناميه بسبب ان مفيش تريننج، بسبب ان الرعايه الصحيه مش كويسه، بسبب ان مفيش فلوس، مفيش يعني مفيش ناشونال انكم قادر ان يغطي الموضوع ده. فده يعني حاجتين متعارضتين مع بعض. علشان كده يعني الهدف من البرزنتيشن دي ان احنا تو انفستيجيت التشالنجز، التحديات والفرص اللي بتواجه عمليه انشاء مشروعات ميجا بروجكتس داخل الدول الناميه، لان كل دوله ناميه في امس الحاجه انها تعمل ميجا بروجكتس. الميجا بروجكتس دي قد تكون انفاق، قد تكون مثلا زي القطار المكهرب اللي بيتعمل في مصر مثلا، اللي بيربط العاصمه الاداريه الجديده بالبلد. يعني احنا جايبين شركه صينيه بنشتغل معاها لان النو هاو احنا ما عندناش بالشكل الكافي. احتياجنا للدول او احتياج الدول العالم الثالث او الدول الناميه ان احنا في عندنا ميجا بروجكتس، هو ده الهدف، ان احنا نشوف ايه هي التشالنجز، ايه البوتنشلز اللي موجوده عندنا. وعشان نعمل الموضوع ده هنعمل ريفيوينج كده سريع للكاركترستكس اوف الديفلوبينج كانتريز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شويه. عايزين نعمل يعني نتكلم عن الفاكتورز اللي او التشالنجز اللي موجوده داخل الدول الناميه واهميه موضوع الميجا بروجكتس في الدول الناميه. في مقترح يعني الفور ديمنشنال موديل، ازاي الدول الناميه ممكن تو اوفر كام التشالنجز الموجوده، ويبقى في مجموعه من الايه من التوصيات. الميجا كونستراكشن بروجكت في بعض الكتب بيسموها الكومبلكس بروجكتس، في بعضهم بيسموها الميجا بروجكتس، الميجور، الجاينت بروجكتس، النيو انيمالز، الميجا بروجكتس. كل دي اسماء الواضح منها ان المنشآت دي منشآت ضخمه، ضخمة كمساحة، ضخمة كتكنولوجي، ضخمة فلوس، فهي مشروعات كبيرة. الميجا كونستراكشن بروجكتس ليها مجموعة من الكاركترستكس. أول حاجة هي بنتكلم عن النيتشر بتاعتها، ما هيش مشروعات صغيرة، الهدف بتاعها بيكون استراتيجي، بيتعلق بالتنمية المستدامة للدول، فهو ليه نيتشر مختلف، ليه أوبجكتيفز كتيرة. باعتبار المشروعات دي مشروعات ضخمة ومساحتها كبيرة، في العادة ما بتكونش داخل المدن، بتكون مشروعات على الأوتسكيرت بتاعت المدن، على أطراف المدن، بتاخد وقت كتير في الديزاين وفي الكونستراكشن، والكوست بتاعها بيكون عالي، وبتبقى محفوفة بأنواع كتير من المخاطر يعني بالنسبة لعملية تصميمها وتنفيذها. وزي ما احنا لو احنا حبينا بس نرجع كده نفتكر بالتاريخ، حادثة تشيرنوبيل اللي حصلت في الاتحاد السوفيتي، ده كان احد المشروعات الكبرى، كان محطة نووية ضخمة. الريسك اللي حصل، وان يعني ما كانش فيه يعني رعاية او مانجمنت كويس للموضوع، حصل انفجار، والحد يعني قد يكون يعني ان لم اكن مخطئ لحد النهارده المناطق المحيطه به يعني اصابها من الايه من الاشعاع النووي. من ضمن الكاركترستكس اللي بتواجهها حاجات ريليتد للكلاينتس، عاده ملاك المشروعات دي مش افراد، دي عاده بتكون دول او يعني اكتر من دوله، يعني ممكن دولتين يشتركوا مع بعض ان يتعمل ميجا بروجكت، زي ما كان بنفكر يعني زمان ان يبقى في خط كهرباء موحد بين مصر وبين دول الخليج، كان في مشروع يعني خطط ان يبقى في مشروعات بين مصر وبين جنوب افريقيا، كانوا حتى بيسموها فروم كايرو تو كيب تاون، ان يبقى في مشروعات يعني على مستوى القاره الافريقيه بالطول. فهو المشروعات دي ما هياش ملاكها مش افراد، عاده بيكون ملاكها دول او شركات ضخمه، والشركات اللي بتنفذ المشروعات دي ما بتبقاش شركات مقاولات عاديه، بتبقى جاينت بروجكتس او جاينت كونستراكشن كومبانيز اللي بتقدر تنفذ انواع زي كده من المشروعات. في كاركترستكس بتريليت للانجينيرنج ديزاين والتكنيكال ريكويرمنتس، المشروعات دي باعتبارها مشروعات مش تراديشنال، فهي بتتطلب ان يبقى في انجينيرنج ديزاين سكيلز مختلفه وتكنيكال ريكويرمنتس مطلوبه، وكمان بتتطلب ان يعني باعتبارها مشروعات خطيره شويه زي يعني مشروعات المحطات النوويه، فبيبقى لها سوشيال وانفيرومنتال وبوليتيكال امباكتس، فهي محتاجه تو بي كونسيدرد واحنا بنعمل ديزاين وبنعمل كونستراكشن. انا كنت قلت لحضراتكم يعني في بدايه الكلمه ان المشروعات الميجا كونستراكشن بروجكتس هي من الارياز الجديده في الكونستراكشن ليتريتشر، وعلشان كده في سنه 2011
الانترناشنال جورنال اوف كونستراكشن اوف بروجكت مانجمنت عملوا سبيشال ايشو عن الكومبلكسيتيز ان مانجينج ميجا كونستراكشن بروجكتس. الجورنال كانوا انتوا عارفين حضراتكم طبعا او الاخوه اللي شغالين في الريسيرش ان كل جورنال بيكون يعني ليه ثيم في شغله وبيكون عنده داتابيز. فالجورنال اوف انترناشنال جورنال اوف كونستراكشن اوف بروجكت مانجمنت ده احد الليدنج جورنالز في التخصص اداره المشروعات. اكتشفوا ان ما فيش عندهم داتابيز تخص موضوع الميجا كونستراكشن بروجكتس. فابتدوا يعملوا سبيشال ايشو، ابتدوا يجيبوا يعني بيبرز من العالم عن الموضوع ده. بعديها بسنه الاورجانيزيشن تكنولوجي اند مانجمنت ان كونستراكشن جورنال عملوا كول للميجا بروجكتس مانجمنت. العالم ابتدى يكتشف ان المشروعات الميجا بروجكتس دي نيدد وما فيش بيز الناس بتشتغل عليه في الموضوع ده. فابتدت الجورنالز دي تاخد انيشيتيف انهم يعملوا الموضوع ده. الحقيقه انا هقول يعني نقطه ليا في هذا الامر، ان انا الاعلان الاولاني انا ما شفتوش اللي هو في 2011. الاعلان الثاني في الجورنال الثاني في 2012 انا شفت الاعلان متاخر، كان تقريبا السبمشن بتاع الابستراكتس كان خلص. فانا الحقيقه الموضوع كان شدني جدا، يعني حسيت ان احنا كدول ناميه محتاجين يبقى لنا انبوت في الموضوع ده. فبعت للإديتور بتاع الجورنال وطلبت منه يعني هل ممكن اشارك في بيبر، لاني الديدلاين كان خلص. فقال لي احنا البيبرز او الثيم ان بيتكلم عن الميجا بروجكتس في اوروبا مش في الدول الناميه خالص. وده برضه يعني ده بيديني كمان انديكيشن تاني ان لا احنا يعني عن عمد احنا يعني لازم نكون مجهلين في الموضوع ده. فقال لي احنا بنعمل العدد ده لاوروبا ومش مدخلين اي دول تانية. فطبعا لما عرف ان انا من مصر، ان انا من الدول الناميه، فقلت له، فانا حاولت اقنعه قلت له طيب يعني الموضوع ده كليتريتشر مش موجود في العالم، وان انا لو عملت بيبر عن الميجا كونستراكشن بروجكت في الدول الناميه دي قد ممكن يعني تدي بعد تاني للبيبرز اللي هتنشر في الفوليوم بتاعك، ان ما حدش عامل حاجه زي كده وقد تكون انت ليدنج في الموضوع ده. فالحقيقه الايديتور اقتنع بالموضوع ده، وانا الحمد لله يعني ليا بيبر منشوره، يعني اظن انها الوحيده في الكونستراكشن ليتريتشر اللي بتتكلم عن الميجا كونستراكشن بروجكت في الدول الناميه، وهي البيبر يعني ما شاء الله من الهايلي سايتد بيبرز في الموضوع ده. اللي انا عايز اقوله اني انا لما ابتديت اشتغل في البيبر دي قعدت 6 شهور اجمع داتا عن الميجا كونستراكشن بروجكتس عموما وفي الدول الناميه. للحقيقه يعني انا ما لقيتش، يعني كان الموضوع صعب، وكان اعتمادي اولا ما فيش بيبرز مكتوبه، الكتب اللي مكتوبه كتب كانت قديمه بتتكلم عن الموضوع ده مش بشكل ساينتفك، يعني بيضربوا بعض الامثله. انا ابتديت يعني ادور في كل سورسز، ويب سايتس، جورنالز، كونتاكتس مع ناس. فقعدت حوالي 6 شهور ادور على داتا علشان، فده بيقول ان الموضوع ده مهم وان العالم كله مركز مع حاجه زي كده. وانا على ذكر بهني الدكتور احمد والدكتور علي على اختيار الموضوع، لانه فعلا موضوع اب تو ديت. فالافيلبل ريسورسز ما كانتش متوفره بالنسبه للموضوع ده. عملت حضراتكم عملت سيرش عن الميجا كونستراكشن بروجكتس الديفلوبد في العالم كله في الافيلبل ريسورسز، لقيت 348 بروجكت اللي هم متوثقين على مستوى العالم. دي بتعتبر ميجا كونستراكشن بروجكتس اللي هي زي ما قلنا مواصفاتها من بدري، ان هي بتبقى 1 بليون دولار فما فوق، انها بتكون الاوبجكتيف بتاعها استراتيجيك، انها owned by government، انها executed by companies international، ان ليها انواع كتيره من الريسكس بتواجهها، الكوست بتاعها مش طبيعي. فلقيت 348 بروجكت. لما عملت اناليسز ليهم لقيت اللي اتعملوا في الديفلوبينج كانتريز 100 مشروع في كل الديفلوبينج كانتريز. المشروعات دي كانت بتصنف على انها ال 100 مشروع ده اما انها undeveloped او completed او stopped او canceled. فالموضوع ده يعني ايه، في الاخر وصلت لحوالي 36 مشروع اللي احنا نقدر نقول ان هم اقدر اعتمد عليهم في الدراسه. زي ما حضراتكم شايفين انها كانت بتتراوح بين مطارات، بتتراوح بين ريلوي، بتتراوح بين دامز. فدي اللي هي المشروعات اللي حصلت في الايه في الدول الناميه.
ويعني يمكن من اللطيف في الابحاث ان في مشروعات من يعني في مشروعات بيقول لك لما بتقرا عن البروجكت والديسكريبشن بتاعه ان ده كان ميجا بروجكت، ولكن يقول لك فور سام ريزون البروجكت واز كانسلد وفور سام ريزون البروجكت واز ستوبت. فال ال 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 يعني ال المشروعات بتبقى لان دي مشروعات كبيره وبين دول، فبتدخل فيها ابعاد سياسيه وابعاد اقتصاديه، فممكن المشروعات بتقف. من الحاجات اللي انا كنت قريتها في وانا بعمل الاستادي ان كان في بروجكت او في يعني بيعملوا بريدج ضخم جدا بين تركيا وبين العراق وبين سوريا، وكان البروجكت بيعدي في مناطق فيها الاكراد، وبسبب الخلافات السياسيه كان المقاول بتاع المشروع يجي الصبح يلاقي العمال بتوعه مدبوحين، يلموا الجثث ويروحوا تاني يوم يلاقوا فيه حوادث تاني، فالمشروع اتكنسل. المشروعات لها ابعاد كتيره. زمان كان في مشروع اللي كان عايزين يتعمل بين مصر وبين السعوديه اللي هو الجسر، مش فاكر كان اسمه جسر المحبه او ايه. المشروع ده بعد ما اتصب فعلا في البحر الاحمر القواعد بتاعته المشروع وقف، لان هو بيعدي مقابل يعني ايه اسرائيل او حته زي كده. المشروعات رغم انها ميجا وليها اوبجكتيفز، لكن في حاجات كتيره بتحكم العلاقات، فممكن تلاقي ده اللي بيقول ان ليه مشروعات وقفت وليه مشروعات كومبليتد وليه مشروعات كانسلد. فده الاستادي طبعا طلعت حوالي 65 كوز للميجا كونستراكشن بروجكتس اللي هي التشالنجينج اللي بتواجهنا في الدول الناميه. عمليه الفلترنج والميكسنج والديليتنج الحاجات الريبيتد وصلنا لحوالي 45 كوز او تشالنج بتواجه الدول الناميه علشان تعمل تقوم بمشروعات زي كده. اول مجموعه كانت بتتكلم عن الانجينيرنج تشالنجز، ودي عاده بتبقى تشالنجز ريليتد لموضوع الديزاين والكونستراكشن. احنا يعني كطلبه في كليات الهندسه ما بنتعرضش للنوع ده من المشاريع، حتى المكاتب الاستشاريه ما بتخشش عاده في مشروعات من المشروعات الضخمه دي الا ما رحم ربي يعني، وبيكون عاده كولابوريشن كان بينها وبين مكاتب بره. يعني احنا لما بنسمع المطار بيتنفذ هنا بتلاقي يعني في تقريبا بيتصمم بره، ممكن يبقى في هنا يعني مكتب استشاري بيبقى كوردينيتور او يعني منسق للمشروع. فاول تشالنج بتريليت او للتشالنجز للميجا كونستراكشن بروسس اللي هي الانجينيرنج تشالنجز، سواء كان الديزاين او كونستراكشن، عدم توافر السكيلز، عدم توافر الكورسات اللي بتدرس في كليات الهندسه اللي بتخلي الطلبه كيبل انها تعمل حاجه زي كده، فده احد التشالنجز. النوع الثاني من التشالنجز بيتكلم عن الهيومن ديفلوبمنت تشالنجز، ان الدراسات قالت ان مفيش ناس عندها السكيلز في الموضوع ده، ان المهندسين بيكون يعني خايف مش شجاع انه يقدم على نوع من الموضوع ده، مفيش تريننج بيدرس او بيعطى سواء داخل الكليات او خارج الكليات ازاي ان احنا يعني نجهز الهيومن ريسورسز انها تشتغل في نوع ده من المشاريع. المانجيريال والبوليتيكال تشالنجز، الابعاد السياسيه اللي بتدخل فيها مشروعات التنميه لمشروعات الميجا بروجكتس، وان احنا ما عندناش المانجيريال سكيلز انها تدير مشروعات بالحجم ده. النوع ده من المشروعات عاده بيكون فيه كلتشر دايفرستي، ان الناس اللي شغاله فيه بجنسيات مختلفه، لغات مختلفه، كونستراكشن ميثودز مختلفه. فالنوع ده من المشاريع عايز مانجر يعني عنده كل التولز ان يقدر يمانج بروجكتس بالضخامه دي وبالتنوع ده. موضوع السستينابيليتي تشالنجز، ان المشروعات دي ليها تاثير على البيئه سواء كانت انفايرمنتال او ايكونوميكالي او سوشيالي، وبالتالي ليها يعني ليها سستينابل تشالنجز. ما نقدرش يعني المشروعات اللي هي بتكون حساسه زي كده، خاصه لو جات نوويه، محتاجه يعني بريكوشنز عالي انها يعني تبقى تحت اي ظرف من الظروف كل الكوميونتي اللي حواليها بيكون امن.
طبعا البيبر موجوده يعني منشور اونلاين، ودول ال 45 فاكتورز او التشالنج اللي هي بتقول ان احنا اللي هي مقسمه لاربعه كاتيجوريز، بتتكلم ازاي الدول الناميه عندها تشالنجز ومشاكل او تحديات انها تنفذ مشروعات من هذا القبيل داخلها. كان اقترح ايامها ان يعني لو احنا يعني طالما احنا عرفنا المشكله وعندنا التشالنجز اللي احنا موجوده داخل الدول الناميه، طيب احنا يعني احنا كاصحاب الموضوع واحنا المشكله مشكلتنا زي ما بيقولوا والفرح فرحنا، احنا محتاجين نفكر ازاي الدول الناميه تو اوفر كم التشالنجز دي، لان احنا طالما يعني هنفضل شايفين المشكله وبدون ما نمد ايدنا تتحل المشكله دي ازاي، ستظل المشكله قائمه ومش هتتحل. وبالتالي الموديل اللي تم تطويره على يحل المشكله دي كان بيحاول يأدرس الاربع مشاكل اللي احنا او الاربع ارياز اللي احنا بتواجهنا. فالموديل ده كان بيتكلم عن الاديوكيشن والتريننج داخل الدول النامية، ازاي يحصل يعني يحصل تطوير داخل المؤسسات التعليمية وتطوير داخل التريننج انستيتيوشنز، ان يبقى في حد جهات مختصة بتدريس الميج بروجيكتس وتدريب المهندسين ازاي المشروعات دي تتعمل، حتى لو احنا اضطرينا نبعت حد بره يدرس يتخصص في الموضوع ده ويجي. اتكلم كمان عن موضوع الهيومن ريسورسز، دايما يقولوا لنا يعني مفهمنا في الدول الناميه ان احنا عندنا عدد كبير من السكان ونوكلكم منين ونشربكم منين والكلام ده. الهيومن ريسورسز دي بتعتبر القوه الضاربه لاي دوله، يعني الدول يعني يعني بتباهي انها عندها هيومن ريسورسز. اذا الهيومن ريسورسز دي حصل يعني احسن تدريبها والاعتناء بيها بتصبح قوة تساعدني في عمل وتنفيذ الايه المشروعات دي. الموضوع البوليسي والمانجمنت ان يبقى فيه يعني يبقى فيه إرادة سياسية للدول انها اللي احنا محتاجين نعمل ميجا كونستراكشن بروجكتس، وان احنا هنتعلم السنة دي. لو احنا مثلا اتعلمنا السنة دي 10% دخلنا جوينت بروجكت مع حد وتعلمنا شويه منه، المره اللي بعديها هنبقى احسن. الجراديوال امبروفمنت في السكيلز بتاعه الدول ده مش هيجي يعني اوفر نايت، لا الكلام ده بيتم يعني جراديوالي وبيبقى مؤسس. واحنا شفنا كثير من الدول اللي كانت ناميه خدت خطوات ودلوقتي ما اصبحتش دول ناميه، زي البرازيل مثلا. يعني كانت دوله من الدول الناميه اللي هي ابتدت تتعامل مع الموضوع بنوع من الجديه وقرارات سياسيه في البلد، وحاليا هي من الدول اللي بتعتبر من الدول ان ترانزيشن، هي سابت الدول الناميه بس ما بقتش دوله متقدمه، هي ان بتوين في طريقها. فده في حد ذاته يعني ده يعتبر يعني اتشيفمنت كويس. موضوع كمان السستينابيلتي، ان احنا محتاجين نفهم المشروعات دي خطيره بتستعمل ريسورسز عاليه فممكن تطلع ويست، المحطات النوويه ممكن تكون خطيره شويه وذلك محتاج يبقى ليها تكنيكال سكيلز او تكنيكال سبيسيفيكيشنز ان الحاجات دي تو بي كونسيدرد داخل المشروع. فالموديل اللي قدم هو عباره عن يعني conceptual model based على ال findings اللي طلعت من ال literature وال case studies اللي وجدت في الموضوع ده. وده طبعا ايه يعني بريف عن ال framework، بيتكلم عن ان كل دولة محتاجة تعمل diagnosing لل current challenges. كل دولة محتاجة تحدد هي ايه مشاكلها. يعني احنا مثلا مصر ما شاء الله احنا عندنا يعني احنا من ناحية المان باور احنا ما اعتقدش في عندنا مشكلة، يعني عدد السكان يعني 100 مليون فما فوق، فاحنا عندنا السكيلز سوري احنا عندنا المان باور وعندنا جامعات بتخرج يعني مهندسين اكفاء. فاحنا محتاجين نشوف ان ايه الجاب اللي عندنا، هل الجاب تريننج، هل الجاب مثلا كوربشن وبوليسيز. كل دوله من الدول الناميه محتاجه تشوف هي ايه مشكلتها بالنسبه. يعني مثلا لو احنا رحنا لجنوب افريقيا باعتبار كنت شغال فتره هناك، هم في التكنيكالي كاندستري ومانيوفاكتشرنج ممكن يكونوا متقدمين عننا شويه، لكن كمان باور واندرستاندينج احنا نفوقهم اكتر. فكل دوله عندها التشالنج الخاص بيها، فمحتاجه الدوله تو دايجنوز الكارنت تشالنجز اللي موجوده جواها
وبتعمل analyzing او identifying ايه الامبروفمنت والاوبورتونيتيز اللي عندها. يعني دوله عندها مان باور يبقى في عندها حجز في حته ثانيه، بلد عندها مشكله في الهيومن ريسورسز يبقى هي محتاجه تعمل يعني تريننج بشكل اخر او education وهكذا. كمان الموديل كان بيتكلم ان احنا محتاجين نعمل planning وimplementation للimprovement opportunities. الدولة فيها opportunity محتاج to exploit، محتاج استفيد واستغل الامكانيات اللي موجودة عندي، والchallenges اللي احنا دايما نقول عليه الصوات analysis الstrength احنا والopportunities محتاجين نستغلهم كويس، الweakness والthreats محتاجين نمانج او نتعامل معها بشكل بحيث انها نقلل تأثيرها على المشروع. بنعمل monitoring evaluation للresults اللي احنا بنعملها. الدول ممكن تبتدي وتشتغل او تجرب في مشروع او اتنين تشوف هل هي تقدر تقوم بحاجة زي كده ولا لا، وبنبقى في implementing للcorrective action او الفيدباك اذا ايه اذا الموضوع يعني حصل مشاكل واحنا محتاجين نطور الشغل بعد كده. يعني to conclude ان المشروعات الدول او الميجا كونستراكشن بروجكتس دي من الحاجات المطلوبه جدا في الدول الناميه، لان دي احد اسباب التنميه. ولو احنا هنفضل نعتمد على حد يجي يعمل لنا ديزاين وكونستراكشن احنا هنفضل زي ما احنا، وبالتالي احنا حاجتنا للميجا كونستراكشن بروجكتس بتتطلب ان يبقى في تحرك على كافه المستويات، على مستوى الحكومه، على مستوى الايديوكيشنال انستتيوشنز، على مستوى نقابة المهندسين، التحرك على المستويات دي بحيث ان احنا ان انهانس الانجينيرنج سكيلز، يبقى في امبروفمنت للهيومن كابابيليتيز، بيبقى في بوليسز ومانجمنت تولز وتكنيكس تسبورت الموضوع ده هو، وان احنا ناخد اعتبارات السستينابيليتي معانا. من ضمن الريكومنديشنز ان احنا محتاجين تو كرييت ناشونال كاباسيتي تو انفست في التوبيك بتاع الميجا كونستراكشن بروجكتس. زي ما احنا عندنا مثلا في مصر الهيئه العامه للانفاق متخصصه بموضوع الانفاق، احنا محتاجين يبقى في هيئه للمشروعات الايه المشروعات الضخمه او المشروعات الناشونال على مستوى مصر، ان احنا نشوف ايه العجز اللي عندنا ونبتدي نشتغل يعني ستيب باي ستيب على الموضوع ده. محتاجين نتعلم من الدول الثانيه، مش عيب ان احنا نروح نتعلم من دول ثانيه انتوا عملتوا ايه. وكل الدول اللي يعني لو احنا رجعنا في التاريخ، اليابان لما حبت تعمل موضوع العربيات التويوتا راحوا شافوا شركة فورد بتعمل ايه، وشاف المشاكل اللي في فورد وما عملهاش عنده في شركته. فهو احنا محتاجين نتعلم من other countries هم ازاي عملوا developing للميجا construction projects، وشوية شوية we can do الموضوع ده. طبعا الـ proposed framework ده كان يعني كمقترح ان ممكن يكون approach ان الدول يعني تبتدي تفكر ان احنا ممكن نتغلب على مشاكل الدول المشروعات الميجا كونستراكشن بروجكتس كاحد وسائل التنميه للدول الناميه. يعني انا كده يعني خلصت، ويعني ارجو ان المعلومات تكون مفيده لحضراتكم، وبكرر شكر للدكتور احمد وبيم اريبيا، وبرحب بالدكتور علي، وشكرا جزيلا لحضراتكم. نشكرك أستاذنا دكتور أيمن، وطبعا في أسئلة كتير وصلتني لحضرتك، بس احنا بإذن الله هنفتح باب الأسئلة بعد المتحدثين الرئيسيين عندنا. بالنسبة في ناس في أسئلة كتير عن رابط التسجيل، رابط التسجيل يا جماعة بينزل في نهاية الندوة قبل ما بعد الصورة التذكارية إن شاء الله، والناس بتكتب بياناتها وبيرسل لها شهادة الحضور. ده بالنسبة، وكل الأسئلة الناس اللي بعت أسئلة ما تقلقوش، أنا بقرأ كل سؤال وسجله وهعرضه على أساتذتنا بعد ما نفتح الأسئلة. أستاذ حضرتك دكتور أيمن نقفل الشير عشان دكتور علي. دن يا فند، شكرا. شكرا جزيلا. المتحدث اللي معانا عذرا أنا المشكلة عندي. دكتور علي موجود؟ شرفنا طبعا ان المتحدث الثاني هيكون استاذنا الدكتور علي عبد الرؤوف، الاستاذ المعماري والعمراني والمخطط
الكاتب والناقد والأستاذ الجامعي دكتور علي عبد الرؤوف، حصل على الدكتوراه عام 96 في الإبداع المعماري والعمراني من جامعتي القاهرة وبيركلي في كاليفورنيا. حصل على درجة الماجستير في النقد المعماري عام 91 وبكالوريوس العمارة من جامعة القاهرة. يملك دكتور علي عبد الرؤوف 34 عاما من الخبرة الأكاديمية والبحثية. شغل دكتور علي أكثر من منصب أكاديمي، رئيس قسم العمارة في جامعة العلوم والفنون، منسق لبرنامج التخطيط العماني في جامعة قطر. قام بالتدريس والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في أكثر من جامعة عربية وعالمية، أشهرهم جامعة القاهرة والبحرين وقطر وكاليفورنيا بريكلي والعلوم الحديثة والفنون، المعهد العالي للعمارة. أشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه في القاهرة والإسكندرية وفنون جميلة والجامعة الإسلامية في ماليزيا وبرمنغهام وميونخ والجامعة التقنية بأستراليا. هو له العديد من المؤلفات والكتب باللغة العربية واللغة الإنجليزية والأبحاث المنشورة. أحد أهم كتبه النقد المعماري ودوره في تطوير المعمارة المعاصرة، وكتاب من مكة إلى لاس فيغاس، طروحات في العمارة والقداسة. فاز دكتور علي بالعديد من الجوائز الإقليمية والمحلية والعالمية، آخرهم الجائزة أحسن كتاب في مجال التخطيط العماري من المنظمة الدولية لمخططي المدن عام 2018، جائزة أحسن بحث من المنظمة الدولية لدراسات المستقبلات التقليدية بجامعة بيركلي كاليفورنيا عام 2018، جائزة التميز في مؤتمر مستقبل المدن العربية عام 2017. ولو قعدنا نقول على الأشيفمنت بتاع دكتور علي يعني هناخد وقت كتير، ولكن أنا عارف إن كلنا متشوقين لسماع رؤيته النقدية والعلمية، وإيه وفي ناس بتبعت أسئلة من دلوقتي يا دكتور علي قبل ما تبدأ، ربنا يستر. اتفضل حضرتك دكتور علي، اتفضل. أنا هقفل الشير من عندي. اتفضل دكتور علي. الو دكتور احمد، سامعينك يا دكتور، اتفضل. شايف الشاشه حضرتك ولا لسه؟ شايفين الشاشه. اوكي، بس يا ريت حضرتك تدوس اف 5 عشان تغطي الشاشه كلها كده. كامله حضرتك؟ تمام يا فندم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاجز عن الشكر عن استضافتي، وبشكر بيم العربيه، وشكر لحضرتك دكتور احمد على الاداره، وشرف كبير لي ان انا اكون مع بروفيسور عثمان في نفس الجلسه. أنا مهتم جدا بالمدينة، مهتم بالمجتمع، مهتم بكل العناصر التي تجعل المدينة صديقة للإنسان وصديقة للمجتمع. ولذلك أنا سأحاول اليوم أقدم في الجزء الأول من محاضرتي سردية، قصة، رواية، أوضح فيها وجهة نظري من حيث كيف تخلق المدينة شخصيتها، كيف تخلق المدينة ذاتها. وأيضا سأحاول أن أربط ما بين فكرة قيمة المدينة وقيمة ما يحدث بها من فعاليات وأحداث وقدرتها على استضافة هذه الأحداث. ثم سأنهي المحاضرة بتركيز على حالة مدينة أنا أعيش بها لمدة تزيد عن 10 سنوات الآن، ونجحت في استضافة أو نجحت في الفوز باستضافة واحد من الأحداث المهمة جدا اللي هستعرضه مع حضراتكم. إذن أنا في البداية مهتم جدا بفكرة كيف نشأ مفهوم الترويج للمدينة. والترويج بصفة عامة هو حالة تتجاوز التسويق لمنتجات. نحن نتحدث عن حالة تجعلك تشعر أن هناك نوع من أنواع التفرد، أن هناك نوع من أنواع الاختلاف، وأيضا حالة تجعلك تشعر وتؤمن أن ما يقدمه هذا المنتج
هو الحل الوحيد، وبالتالي تخلق شخصية تسويقية تحولك تدريجيا من أنك متفهم لهذا الغرض، متفهم لهذا المنتج، واعي لوجوده في السوق، ثم تتحول تدريجيا أنك مدافع عنه، أنك مؤمن به. لو حضراتكم وأنا بتكلم تخيلتم الكيفية اللي شخص فيها بيتكلم على قيمة الآيفون مقابل قيمة السامسونج مثلا، وهنا تظهر فكرة الإيمان بهذا المنتج والدفاع عنه. إذن قضية الترويج وخلق الشخصية هنا للمنتج أو للمكان كما سأستعرض لها علاقة بأن نصل بعلاقتنا بهذا المنتج بفعلا علاقة من الإيمان والعميق والدفاع عنه والتسويق له. هذه الفكرة أصبحت فكرة مترسخة في عالمنا المتعولم. نحن تجاوزنا العولمة، نحن نعيش ما بعد ما بعد العولمة، ودخلت المدن في حالة قوية جدا من التنافس والتنافسية، وجزء من هذا التنافس له علاقة بالإجابة عن تساؤلين أساسيين: كيف نسوق المدينة محليا وإقليميا وعالميا، وما هي الاستراتيجيات التي تمكننا من هذا الفعل؟ مهم جدا أيضا أن نتساءل لماذا تتنافس المدن؟ والواقع أن معظم الأدبيات الجديدة الآن تحدثنا عن الانتقال من عصر الدول إلى عصر المدن. نحن نرصد الآن على خريطة العالم مجموعات متزايدة من المدن في أوروبا، في أمريكا، بعضها في الشرق الأوسط، يقينا في آسيا. هذه المدن أصبح لها قيمة عمرانية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، دورة رأس مالية تتجاوز حالة دول بالكامل. إذن قضية قيمة المدينة وقدرتها على التنافس أصبحت أيضا قضية حتمية. وهذا يدفعنا إلى التفكير في معنى المكان. يبدو أننا في حقبة سيتغير فيها قيمة السياق الجغرافي التقليدي الذي تعودنا عليه. هناك نوع من أنواع العلاقة المستجدة التي بدأت تنشأ بين المكان والإنسان والسياق الجغرافي. نحن جميعاً، أو يعني بالأحرى جيلي أنا، عاش تجربة المتجذر المتوطن، لكن هناك الآن انتقال إلى حالة المواطن العالمي الديناميكي المتحرك. نحن ننتمي إلى حقبات كان فيها الإنسان يولد ويتعلم ويعمل ويتزوج ويتطور وينشئ أسرة ويموت في نفس البقعة الجغرافية، وننتقل الآن إلى حالة البشر يتحركون على رقعة الأرض كلها سعياً وراء فرص العمل، الرخاء الاقتصادي، نوعية الحياة، العلاقات والتواصل وخلافه. وهناك أدبيات بديعة عن هذا الموضوع، أولها وأهمها ما طرحه ريتشارد فلوريدا، وخاصة في كتابه الذي يتكلم فيه عن مفهوم المدينة في هذه الألفية الجديدة التي تغير فيها المفهوم الجغرافي وعلاقة الإنسان بالمكان. هنا تصبح المدينة ليست فقط وعاء لوجود، وعاء قدري تواجد فيه مجموعة من البشر المتجذرين فيها، ولكن المدينة الآن أصبحت قطب للاستقطاب، أصبحت تريد أن تجذب إليها العقول، تجذب إليها الاستثمارات. ومن هنا نشأت فكرة كيف نسوق المدينة، وكيف تتمكن المدينة من صياغة نسقها التسويقي وانعكاس هذا النسق على شخصيتها المعمارية والعمرانية. كان أمامنا الحقيقة بديلين أساسيين، وأنا أعتقد أن البديل التقليدي كان له علاقة بأن المدينة القدر تدخل أنها تملك مجموعة من المقومات، إلى أن انتقلنا إلى حقبة هل يمكن خلق مقومات جديدة للمدينة؟ هل يمكن أن تكون المدينة شخصيتها بصرف النظر عن ما كانت تملكه سابقا؟ البعد الثاني والمهم هو كيف تتحول المدينة
من موقع إلى مقصد، وهذه أيضا قضية مهمة جدا جدا، لأن الموقع هو حتمي، هو سياق جغرافي، لكن المقصد معناه أن هذه المدينة نجحت أن تكون لها ملامح، نجحت أن تكون لها شخصية، نجحت أن تكون لها مقومات تستدعي تدفق البشر إليها. المقترح الذي تعمدت أن أصيغه أمام حضراتكم، وأنا أيضا استخدمت الصور بطريقة توحي أنه ليس فقط عملية غير مكتملة، ولكنها عملية أشبه بفوازير أو ألعاب القطع التي تتكون بإضافة القطع السليمة في المواقع السليمة. لأن الواقع أن مقترح خلق شخصية واستراتيجية ترويجية للمدينة له أبعاد متعددة، له علاقة بمميزات المدينة سواء على المستوى الطبيعي أو العمراني، له علاقة بما معنى هوية المدينة وقيمتها التقليدية والمعاصرة والمتجددة، له علاقة بنوعية الأحداث التي تقع فيها والاحتفاليات التي تضمها، كيف تتمكن هذه المدينة من صياغة أحداث من استضافة أحداث عالمية، قيمة العمارة، قيمة فضاءات المدينة، قيمة السماح بتدفق نوعيات مختلفة من السكان ومن الزوار للمدينة. إذا أنا أبدأ بفكرة أشارك حضراتكم فيها، وهي فكرة المدينة الفرحة والمفرحة. كيف تستقبل الفضاءات العامة في المدينة احتفاليات تسعد الناس وتجعل هذه المدينة سواء على سياقها المحلي أو الإقليمي أو العالمي مدينة مستقبلة، مدينة بها عشرات الأنواع الموزعة على أجندة العام من المهرجانات والكرنفالات والاحتفالات المجتمعية؟ أنا عندما أنظر إلى عالمنا الإسلامي أقول في سياق العالم الإسلامي وفي سياق طقوسنا نحن نملك العديد من الأدوات والمناسبات التي يمكن أن تحول مدننا إلى مدن مفرحة، إلى مدن مفعمة بالحياة. لكن أنا عايز أكون صادق مع حضراتكم، عندما تراقب علاقتنا بهذه الاحتفاليات تدريجيا في مدننا العربية، أنا أشعر أن كأن هذه الاحتفاليات تتعرض إلى نوع من أنواع الإجهاض، إلى نوع من أنواع التقليل، إلى نوع من أنواع التهميش. كيف تحتفل المدينة العربية بقدوم شهر رمضان؟ كيف تحتفل المدينة العربية بالأعياد؟ كيف تتحول صلاة العيد إلى مناسبة مفرحة ومبهجة لمن يسكن في المدينة ولمن يزورها؟ الموالد التي تمثل في كل قرى ومدن مصر مثلا بصفة خاصة، وأيضا على مستويات كبيرة في العالم العربي وخاصة في المغرب العربي، في أحيانا في بعض الدول الخليجية، السودان، الجزائر، الشام، إزاي تتحول هذه الموالد أيضا ومواكبها واحتفالياتها إذا سياق أيضا احتفالي مهم. واحد من الاستراتيجيات المهمة أيضا أو عنصر مهم جدا هو كيف تجهز المدينة لتستقطب أحداث وفعاليات مهمة ذات تأثير عالمي، لأن قدرة المدينة على استقطاب الأحداث والفعاليات يضعها في موقع متقدم جدا على المسرح العالمي، يجعلها مثار للتساؤل، مثار للاستفسار، تصبح أنها مكان دافع لعدد كبير من البشر أن يزورها حتى بعد حدوث هذا الحدث أو انتهاء فعالياته. نرى هذا في الأحداث الثقافية، نرى أيضا في الأحداث الرياضية، هنا حالة افتتاح الألعاب الأولمبية في لندن في عام 2012، أو استعدادات مدينة دبي في الإمارات الشقيقة لاستضافتها للمعرض الدولي عام 2020 الذي سيتأجل فقط بسبب جائحة كورونا، لكن ما زالت دبي هي المدينة المستضيفة بإذن الله. بعد آخر مهم بصرف النظر على أنه يكثف ثقافة الاستهلاك وعصر الاستهلاك الذي نعيشه، لكن لا يمكن أن ننكر متعة الشراء ومتعة التسوق. إذن أصبحت واحدة من مقومات الاستراتيجية أيضا بناء الشخصية الترويجية للمدينة هو خلق البيئات التسوق الممتعة المختلفة المتميزة.
ثم موقف العمارة، كيف نكثف من الطاقة الإبداعية للمعماريين في داخل المدينة، سواء هؤلاء المعماريين معماريين ينتموا للمدينة، ينتموا للدولة، أو حتى المعماريين العالميين. لكن القضية المهمة هي كيف يتحول العمل المعماري المتميز إلى أداة لتسويق المدينة، إذا كان متحف، إذا كان مركز ثقافي، إذا كان مشروع سكني. المهم أن كل مدينة في العالم الآن أصبحت تتنافس لكي تضع على خريطتها ملامح وبصمات لمعماريين مشهورين متميزين مبدعين، سواء هم محليين أو عالميين. كيف تنسج المدينة نسيج متميز من المباني الثقافية والسياقات المعرفية الملهمة؟ الآن أصبح وجود المتاحف والمراكز الثقافية المبهرة واحد من العلامات المميزة جدا للمدينة التي تشجع على استقطاب الناس وعلى زيارة الناس. وعندنا مثال كلاسيكي بديع لكيف غير فقط متحف واحد غير القصة درامية لمدينة من أهم مدن أسبانيا، مدينة بلباو التي كانت ميناء تجاري متميز جدا، ثم حدث فيها تداعي ضخم جدا بسبب يعني انخفاض القيمة التجارية للمدينة ونشاط الميناء، ثم جاءها حاكم أو محافظ مليء بالجرأة وقرر أن الإمكانية الكبرى لنقل هذه المدينة إلى مستوى آخر أن يبنى فيها متحف أيقوني، واستدعى واحد من أهم المعماريين العالميين في هذه الفترة فران جيري، واتفق مع سلسلة متاحف جوجنهايم الشهيرة، وانتهت المدينة بأن تعيد قصة نجاح كبيرة جدا جدا، لا تعتمد على الميناء القديم ولكن تعتمد على وجود ملمح ثقافي عالمي يجذب الناس ويتحول إلى القلب النابض لهذه المدينة الذي نشر ومضات ونبضات من التنمية حول سياق ونسيج المدينة ككل. شيء ملفت أيضا وفي بعض الأحيان لا نهتم به بل نهمله، ما هي عناصر التميز الطبيعي في هذه المدينة؟ ما هي قيمة الجبل الذي يحيط بالمدينة أو يخترق المدينة أو نبني فوقه؟ ما هي قيمة النهر الذي يمر بالمدينة؟ ما هي قيمة الظهير الصحراوي لهذه المدينة؟ الوديان التي توجد في هذه المدينة؟ كل هذه العناصر هي عناصر تميز، يجب أن ندرك قيمتها ونفعل قيمتها. حالة من الحالات الشهيرة جدا في مدينة سنغافورة كيف تحولت الواجهة المائية بأبراجها الإدارية ومبانيها الثقافية والترفيهية إلى سياق عمراني شديد النجاح بسبب هذا المسطح المائي، ومنتمي انتماء كامل لسكان المدينة ولزوار المدينة. هنا أيضا أستشهد بحالة مهمة جدا جدا في مدينة في تونس الحبيبة، وهي حالة مدينة سيدي بوسعيد. مدينة سيدي بوسعيد مدينة لا يختلف اثنين على قوة شخصيتها، لكن هنا أنا أريد أن أشرك حضراتكم في فكرة ما هي العوامل التي جعلت لهذه المدينة هذه الشخصية المعروفة عالميا، هذه الشخصية التي تجعل زوار من أستراليا ومن الصين ومن البرازيل يقولون نحن لا نريد فقط أن نذهب إلى تونس ولكن نريد أن نزور سيدي بوسعيد. عمران متجانس، عمارة متميزة، طابع متفرد، انطباعات مكانية مؤثرة تتركها في وجداننا وفي قلوبنا وفي عقولنا. لكن الأهم شيء أنا أريد أن أشرك حضراتكم فيه كيف تكونت هذه الإرادة أن يتم الحفاظ على هذه الصورة المدهشة المبهرة طوال هذه السنوات. إذن هناك إرادة وهناك تصميم وهناك رغبة وفهم
لأن هذه المدينة تميزها من قوة شخصيتها الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضحي به. حتى وسائل التنقل والحركة يمكن أن تكون ثرية في تفردها وتعطي تجربة متميزة. ليس بالضرورة أن نقلد أن تكون كل الوسائل تقنية، لكن في بعض الأحيان التوك توك ممكن أن يكون مصدر إعجاب شديد جدا، الحنطور ممكن يكون حاجة لطيفة جدا جدا، المراكب الشراعية ممكن تكون عناصر تحرك تعطي نكهة لمنطقة معينة من المدينة. ثم لو انتقلنا إلى وسائل أكثر تقدم زي حالة التفريك أو الباصز أو الترامز أو خلافه، أيضا كل هذه الوسائل أو فكرة أن نركز في أنماط الحركة تعطي قيمة كبيرة جدا وتترك كما قلت شخصية للمكان وشخصية لمنطق استكشاف المكان من خلال القوارب زي حالة فينيسيا مثلا. عنصر آخر من عناصر تفرد المدينة وتكوين شخصيتها الترويجية والتسويقية هو كيف نبحث عن الشوارع العظيمة في المدينة وكيف نكثف عظمتها. أنا مثلا أنا أصلا من مصر، ومصر دي بلدي ومكاني ويعني حياتي كلها في مصر ووطني اللي أتمنى أن أنا أموت فيها. أنا بتساءل مثلا شوارع زي شارع سليمان باشا، شارع عدلي، شارع التحرير، دي شوارع كان ممكن تكون أفضل بكثير جدا من أمثلة نراها في أوروبا وفي أمريكا، وهذه الشوارع تتحول في حد ذاتها إلى مقصد يتوجه إليه الآلاف بل عشرات الآلاف من الناس كل سنة فقط لتتمتعوا بتجربة متميزة في هذه الشوارع. هنا حالة الرامبلا مثلا في مدينة برشلونة في أسبانيا. الحدائق العامة والفضاءات الخضراء ليست من منظور تزيين المدينة وتجميل المدينة، لكن الحدائق العامة والفضاءات الخضراء عندما تتوفر في المدينة هي تعطي رسالة إقليمية وعالمية أن هذه المدينة تهتم بسكانها، أن هذه المدينة حريصة على خلق أجواء ترفيهية وأجواء من الاستمتاع وأجواء من الاسترخاء، وهذا مهم جدا في حالة التنافسية. ما هو موقفنا من تراثنا؟ ما هو موقفنا من المباني التذكارية والعلامات المتميزة؟ وكيف تتحول كل علامة من هذه العلامات كما حدث في تاج محل وفي ايفل تاور وبرج بيزا والكولوزيوم وخلافه إلى سياقات جاذبة؟ ثم وهذه نقطة مهمة جدا جدا في رأيي، قيمة الحياة المحلية. لا يجب أن يفهم كلامي على أنه اندفاع إلى التحديث والتجميل والتطوير وننسى أن الحياة المحلية لها قيمة. البشر الحقيقيين المحليين، المكان المحلي حتى بعشوائيته، حتى باضطرابه، الطعام المحلي. أنا ساعات أقول لنفسي هو العالم العربي كله بيتحول ليه من الشاي حليب للفرابتشينو ومن رغيف الحواوشي للتشيز برجر؟ بالعكس، إحنا لازم نجد في كل هذه السياقات قيمة تعطي لنا التميز وتفرد، وهذه هي العناصر التي تجعل الإنسان يتحدث عنا وتجعل الزائر ينطبع في ذهنه ذكريات جيدة جدا عن المكان. لو تسمحوا لي حضراتكم أنا هنتقل هنا إلى الجزء الثاني من محاضرتي، وسأحاول فيه أن أسرد سرد سريع لمدينة الدوحة وكيف تتعامل مدينة الدوحة مع ما كان يعتبر حلم، وهو هل يمكن لمدينة عربية أن تستضيف حدث بقيمة كأس العالم؟ ولتكون السردية متكاملة سأبدأ أن أضع الدوحة في سياقها الخليجي، والواقع أن هذا السياق سياق حساس جدا، لأن هذا السياق لسنوات طويلة إن لم يكن لعقود طويلة وقع في فخ أننا نملك أطنان من الأموال، وهذه الأطنان من الأموال تتدفق من بيع الغاز والنفط، وبالتالي الحياة دائما ستكون وردية. ثم حدثت استفاقة عندما أدركنا أن حقبة ما بعد البترول تقترب بصورة متسارعة جدا جدا، وأن كل دول الخليج وكل مدن الخليج ستقترب من حالة أن
البترول لا يمكن أن يمثل العمود الفقري لاقتصادها، وبالتالي أصبح هناك تساؤلات لها علاقة بما هي ملامح حقبة ما بعد البترول، وكيف تسوق المدن الخليجية نفسها ليس في إطار التنافسية لمن يبني الأكبر ومن يبني الأضخم ومن يبني الأعلى، لكن كيف تتحول إلى أماكن للزيارة، إلى أماكن للعمل، إلى أماكن للعيش. ومدينة الدوحة بصورة خاصة لا تختلف عن الكثير من المدن الخليجية، وأنا أعلم أن بعض المستمعين هنا من الخليج، كل المدن الخليجية بلا استثناء هي مدن تسمى مدن ساحلية، بدأت كقرى أو تجمعات تقليدية للصيادين، ثم في خلال فترة وجيزة 60-70 سنة على أكثر تقدير تحولت إلى مدن كبيرة، كما تروا حضراتكم في الصورة اللي أمام حضراتكم اللي بتوضح مثلا حالة الدوحة سنة 1937، ثم المربع الأبيض اللي أمام حضراتكم في الخريطة الكبيرة يوضح هذه نشأة هذه المدينة وعلاقته بالمدينة المعاصرة الآن، وهذا النمو الضخم للمدينة كله حدث في نطاق 60 أو 70 سنة الأخيرة. لكن ده كمان يعطي لنا تساؤلات أو يدفعنا إلى أن نتساءل، هل هذا نمو صحيح؟ هل هذا المعدل من النمو والتوسع الأفقي المبالغ فيه هو منطقي، هو مستدام، هو له علاقة بالمعايير الإنسانية والمعايير العمرانية ومعايير الاستدامة وخلافه؟ هنا حدث نوع من أنواع إعادة التفكير في بناء الشخصية التسويقية لمدينة الدوحة، وخاصة مع فكرة الاقتراب من أو بالأحرى تذوق مرحلة ما بعد البترول. وبدأ يحدث نوع من أنواع الصياغة الجديدة التي بدأت من خلال تساؤلين أساسيين. التساؤل الأول، هل الشخصية التسويقية لمدينة الدوحة تنبع من تقليدها للنموذج العالمي؟ يعني هل الدوحة ستكون متميزة إذا أصبحت نسخة من نيويورك أو شيكاغو أو هيوستن أو سنغافورة أو شنغهاي؟ ده تساؤل. النموذج الآخر، هل الدوحة ستكون لها قيمة إذا قلدت من قلد؟ وفي هذه الحالة أنا أتحدث مثلا على حالة دبي التي أصبحت مرجعية للعديد من المدن في الشرق الأوسط، دون أن تتساءل هذه المدن ما هو المتميز في مدينة دبي حتى نقلده. هل توافر هذا الكم من ناطحات السحاب هو فقط تقليد وتكراره سيعطي لي الشخصية التسويقية للمدينة؟ من هنا أعتقد أن النقلة النوعية التي حدثت في سردية الدوحة هي فكرة محاولة تجاوز المرجعية العالمية، وأيضا محاولة تجاوز الدبيية الإقليمية أو التقليد المبالغ والمفرط وعديم التساؤل لحالة دبي. هنا أحاول مع حضراتكم أن أختبر ما هو النموذج الترويجي الجديد الذي طرحته هذه المدينة. أنا أعتقد أن هذا النموذج اعتمد على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى هي التسويق فيما هو وراء العمران، ثم الفكرة الثانية هي التسويق فيما له علاقة بالعمران، وخاصة استخدام القيم التراثية المعمارية والعمرانية، المكونات الطبيعية، القدرة على الاستضافة، فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على المعرفة، وسأحاول أستعرض مع حضراتكم هذه الأفكار. هنا حالة استراتيجية تسويق المدينة في وراء العمران. إذا كنا نملك أو إذا كانت قطر تملك بالأحرى، أنا ما بملكش شيء، إذا كانت قطر تملك بالأحرى كم كبير من الفوائد النقدية، كيف تستخدم هذه الفوائد بصورة استثمارية، لكن أيضا كي تطلق صورة وتنسج صورة ذهنية وبصرية عن المدينة وعن الدولة في السياق العالمي. أيضا على مستوى تسويق المدينة من خلال العمران، نشهد فكرة لها علاقة بتوظيف الرصيد المعماري والعمراني بشقيه، التاريخي، أين تراث الدولة؟ أين تراث المدينة؟ كيف نعيد إحياؤه؟
كيف نعطي له وظائف جديدة، كيف نخلق حالة من الانتماء بين الإنسان وبين الشق التاريخي لعمارته وعمرانه، وأيضا العمران المعاصر. العمران المعاصر هنا كيف نتجاوز فكرة أن المدن الخليجية هي مدن للأبراج، هي مدن لناطحات السحاب. لماذا لا تكون المدن الخليجية مدن تقدم طرح عمراني مرتكز على المعرفة، مدن بها مراكز للأبحاث، مدن بها جامعات، مدن بها متاحف، مدن بها بوتقات من الطلاب ومن الأساتذة ومن الباحثين القادمين من كل أنحاء العالم. المشهد اللي أمام حضراتكم جزء من مشروع المدينة التعليمية اللي بيضم مجموعة كبيرة من الجامعات ومن المراكز البحثية، واللي بيعمل فيه سواء على مستوى الأساتذة والباحثين والطلاب ما يتجاوز 120 جنسية. تخيلوا حجم الحوار الثقافي والتفاعل الحضاري والإنساني والعلمي والبحثي الذي يحدث في هذا المكان تقريبا بصورة يومية. هنا أيضا فكرة التحول ناحية المباني الثقافية الشديدة التميز وخاصة المتاحف، واستقطاب المعماريين الفارقين لتصميمها وإنتاج فراغات وفضاءات معمارية وثقافية تقدم إضافة متميزة جدا لشخصية المدينة. الحالة اللي أمام حضراتكم هنا هي حالة المتحف الإسلامي اللي صممه المعماري الشهير آيم باي، وكيف يتحول المتحف ليس فقط إلى عمل معماري وعمراني وثقافي متميز، لكن الحيز العمراني أيضا والحيز الحدائقي للمتحف الذي يصبح فضاء حدائقي يخلق نوع من أنواع التفاعل الإيجابي بين الإنسان والحديقة وبين الإنسان والمتحف. هنا أيضا حالة أخرى، حالة المتحف الوطني، وهو محاولة للتفاعل ما بين الجديد والقديم والمدينة والعنصر الطبيعي شديد الأهمية في المدينة وهو البحر. إذن هنا في رباعية مهمة جدا جدا، هذه الرباعية نشأت في خلق علاقة ما بين القصر القديم الذي كان هو مقر المتحف القديم، ثم المتحف الجديد المستمد من زهرة الصحراء وهو تكوين موجود جدا على سواحل المدينة، ثم المدينة ونسجها و الإطلالة على البحر والتواصل المباشر ما بين المدينة والبحر. فكرة أيضا مهمة جدا لدعم الشخصية الترويجية للمدينة هي استدعاء المعماريين النجوم، سواء استدعائهم من خلال مشروعات تعهد لهم أو من خلال عمل مسابقات معمارية. وأنا هنا أناشد سواء في بلدي الحبيب مصر أو في كل الدول العربية، عندما نتحدث عن مشروعات كبرى، عندما نتحدث عن مشروعات مؤثرة، يجب أن نستدعي المعماريين من خلال مسابقات. أنا عندي يعني شخصيا تجربة مع معماريين، بعضهم صورتهم أمام حضراتكم، أمنيتهم كانت أن يعيدوا تصميم ميدان التحرير. إذن أحيانا هناك معماريين عالميين يتشوقون لأن يضعوا بصمتهم في نسيج المدن العربية، وخاصة عندما تكون بعض مواقع أو أنسجة هذه المدينة شديدة التميز. فكرة مهمة جدا جدا أيضا في تكوين الشخصية الترويجية للمدينة أن تقدم لنا دلائل على استقبالها لفكرة التعددية الثقافية والتعددية المجتمعية والتعددية الإنسانية، وأنها قابلة لأن يعيش فيها الناس بصورة من صور الموزاييك البديع الذي فيه تلون متعدد، تلون ثقافي وتلون عرقي وتلون ديني وتلون في كل مجالات الأبعاد الثقافية وحتى القدرات الاقتصادية. وأن تصبح المدينة بالذات على المستوى العمراني تجسد الفضاءات التي تستقبل هؤلاء هذا التنوع الثري من البشر، وتعطي لهم حالة من حالات الاستحقاق لهذه الفضاءات العامة. أيضا القضية ليست فقط قضية معمارية وعمرانية، لكن أيضا
هي قضية تخطيطية. كل هذه العوامل تنظر إليها اللجان التي تحاول أن تقيم قدرة المدينة على استضافة أحداث كبيرة، لا تنظر فقط إلى قيمتها المعمارية، لا تنظر فقط إلى نجاحها العمراني، لكن أيضا ما هي الرؤية التخطيطية لهذه المدينة، كيف توزع فيها الاستعمالات، كيف توزع فيها مراكز الحياة، كيف تتواصل هذه المدينة في أركانها المختلفة. هنا مثلا رؤية مدينة الدوحة، وأنا فخور هنا أنني يعني متابع جيد جدا ومشارك في هذه المشروعات، وأعلم أن هناك عقول مصرية شديدة التميز هي تشكل جانب مهم جدا من الفرق التي تولت طرح هذه الرؤية وبلورة هذه الرؤية، وكيف تتحول المدينة من مدينة خليجية مندفعة اندفاع أفقي إلى مدينة بها مجموعة من المراكز العمرانية المتميزة. هنا تصور سريع جدا جدا لفكرة كيف تتحول المدينة من مدينة ليس لها طرح تخطيطي واضح إلى أنها مدينة مكونة من مجموعة من المراكز العمرانية النشطة واعتماد شديد جدا على التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام. شبكة مترو تغطي كل الديستنيشن أو كل المقاصد الرئيسية للمدينة، ثم التواصلات الخضراء من خلال إعادة صياغة مفهوم الشوارع من أنها طرق سريعة إلى أنها شوارع مصممة للإنسان. هنا تأتي فكرة، أنا يعني كتبت هذه الصياغة لأشرك حضراتكم فيها، حلم ما بعد الحلم. القضية في رأيي ليست فقط القدرة على استضافة حدث، ولكن القضية الكبيرة هي ماذا سيحدث بعد انتهاء الحدث. إذا لم نحلم فيما بعد الحلم يكون هناك خطأ كبير جدا جدا، وأنا أعتقد أن هذا المدخل هو مدخل من المداخل المتميزة جدا للأسلوب الذي تعاملنا فيه مع فوز قطر بالاستضافة أو كأس العالم. أنا أشرك حضراتكم هنا في محطات رئيسية: الفوز سنة 2010، 2018 بتمنح الكرة والكأس تمنح لقطر بعد انتهاء المنافسات في 2018، 2022 بإذن الله ستعقد المنافسات، لكن التساؤل الكبير 2040 هيحصل فيها إيه؟ 2050 هيحصل فيها إيه؟ 2060 هيحصل فيها إيه؟ لأن احنا يجب أن نتعلم من دروس الماضي، ونحن بالفعل تعلمنا. هناك وفود ذهبت إلى البرازيل، هناك وفود ذهبت إلى جنوب أفريقيا. أنا نفسي رحت جنوب أفريقيا ولمست أن هناك شعور شديد بالإحباط في حالة ما بعد نهاية الحلم. كيف تحول هذا الحلم البديع إلى كابوس مؤلم عندما اكتشف المجتمع المحلي أن كل ما بني من استادات ومن فنادق ومن تجهيزات لم يكن لهم، وتداعت هذه الأشياء ولم تفعل نقلة اقتصادية أو عمرانية أو حياتية بالمعنى الذي كانوا يتطلعون إليه، وأصبح هناك حالة من التمرد ومن الغضب الشديد التي اجتاحت كل هذه المدن، هنا بصورة خاصة في حالة ريو دي جانيرو في البرازيل. أيضا حالة مهمة جدا في حالة الألعاب الأولمبية في قطر في اليونان، عندما انتهت البطولة وانتهى العرس وانتهى الحلم، ثم تداعت كل هذه المرافق وأصبحت مكان لإيواء المشردين ولإيواء تجار المخدرات وخلافه. وأيضا مرة أخرى كما استمعنا إلى المجتمع المحلي في هذه الأمثلة، حدثت حالة الإحباط الشديدة. هنا أقول أن القضية ليست استضافة، ولكنها كيف يتم صياغة المستقبل، كيف نستغل استضافة أي حدث في سياق المدن العربية. وإن شاء الله كل المدن العربية تتمكن من أن تكون مثل دبي ومثل دوحة وتستضيف أحداث عالمية، لكن القضية هي هل ممكن أن نخلق إرث من هذه الاستضافة؟ هل ممكن أن نرسم ملامح مختلفة للمستقبل؟ أنا أعتقد أن واحد من هذه القضايا المهمة جدا هي فكرة الاستادات العملاقة التي تبنى من أجل تحقيق شروط الفيفا، ده تحدي من التحديات الكبيرة جدا. القضية أيضا أنها ليست فقط استادات، لكن ده كمان
هناك ملاعب للتدريب، كل دولة تشارك في كأس العالم يجب أن يكون لها معسكر للتدريب، هذا المعسكر به ملعب كرة قدم بالمساحات المعتمدة، به أماكن للإقامة، للتدريب، جيمنيزيوم، خلع ملابس، إلخ إلخ إلخ. ماذا تفعل بكل هذه الأشياء بعد أن ينتهي العرس؟ هنا أول ملمح أنا مهتم جدا أن أقدمه لحضراتكم، أن تم صياغة اسم جديد للجنة. نحن عادة نتحدث عن لجنة التنظيم أو اللجنة المنظمة، هنا نحن في قطر أو في الدوحة بصورة خاصة تكونت لجنة اسمها لجنة المشاريع والإرث. إذن كلمة مشاريع هنا تتحدث على أن ما نقيمه في المدينة هو في الواقع للمجتمع، هو للمستقبل وليس فقط للحدث. القضية الثانية أو التعبير الثاني المهم جدا هو فكرة الإرث، كيف ستنتهي هذه المسابقة أو استضافة هذه المسابقة بتقديم شيء للمجتمع. أعطي لحضراتكم مثال مثلا، وأكرر أن هناك فرق من العقول المصرية المتميزة في المجالات العمارة والعمران والتخطيط التي تساهم في هذا الفكر. كل استاد من الاستادات في توزيعه في نسيج المدينة ونسيج الدولة يتحول إلى مكان لدفع الحياة العمرانية، وأن يكون بذرة لتنشيط سياق عمراني حوله. الاستاد هو واحد من الأماكن التي يمكن أن نعتبرها فراغ مفتوح، وأيضا هو حيز معماري وعمراني متميز، لا يجب فقط أن يتوقف على حدث كرة القدم، لكن نحن نضع صياغات مختلفة للاستادات، منها أنها أماكن للتجمع، منها أنها أسواق، منها أنها أماكن للمعارض، منها أنها فراغات مفتوحة. بعض المعسكرات التي خصصت للدول المختلفة اللي ستحضر للمنافسة تم اختيارها لكي تكون في عمق نسيج مجتمعات محلية، وبالتالي عندما تنتهي المسابقة يضم هذا المعسكر إلى مدرسة من المدارس، إلى حديقة، تحول إلى حديقة الحية وملحقتها، وبالتالي لا يوجد عنصر واحد من العناصر التي طلبتها الفيفا لن يعاد توظيفه بما يخدم المجتمع المحلي. إذن القضية هنا كيف يتحول كل عنصر من العناصر سواء على مستوى الاستادات أو تجهيزاتها إلى سياق عمراني يخاطب المجتمع المحلي ويعمل من أجل ارتقاء نوعية الحياة به. شيء من الأشياء الإيجابية جدا جدا في استضافة الأحداث العالمية أنها تعرض المدينة إلى نوع مختلف من التعريض، تضعها تحت الفحص العالمي، تضعها تحت المجهر. وأنا أعتقد أن واحد من أكبر إيجابيات استضافة الدوحة لكأس العالم هي أنها كشفت عن كيف يجب أن يعامل العمال في دولة قطر، كيف يجب أن نعاملهم من منظور إنساني. وأنا بنفسي اشتركت في تجهيزات وتقارير وأفكار وطبقت لكي تتحول حياة العمال من أنهم يعملون مع مقاول جشع يفقدهم الشروط الإنسانية لإقامتهم وعدد ساعات عملهم والعمل في الحر وخلافه، إلى أنها تصبح عملية تقدير لوجودهم وعملية تقدير لمساهمتهم وعمل الإطار الحياة الإنساني اللائق بهم في مهمة بنائهم وتشكيلهم للمستقبل المعماري والعمراني للمدينة. أيضا من ناحية خلق الإرث المستقبلي، الاستادات التي هي من أهم الملامح للاستضافة يجب أن يكون بعضها يتحدث لغة العصر، بعضها يصمم معماريين عالميين، لكن أيضا بعضها يجب أن يستلهم من التراث المحلي، بعضها يجب أن يسمح للمعماري المحلي أن يعطي دوره. كما تحدثت سابقا، مناطق الملاعب ومعسكرات التدريب بتضاف إلى الفضاءات الخضراء لنسيج المدينة، كل الملاعب بلا الاستثناء قابلة للتدوير الكامل. وفي ملعب من الملاعب الموجود أمام حضراتكم في الركن الأيسر، ملعب راس بو عبود، هذا الملعب بالكامل سيعاد تفكيكه لأنه مصنوع من
عرب الكونتينرز الخاصة بالسفن، وبالتالي سيتم تفكيكه بالكامل ليكون نموذج لإعادة التدوير. أكثر من 170 ألف مقعد سيتم التبرع بها للدول محدودة الدخل والدول التي تسعى لخلق تجهيزات وتسهيلات رياضية في قراها، خاصة في آسيا مثلا وبعض الدول الأفريقية. كل التصميمات موفرة للطاقة والمياه، الاعتماد الكامل على المواصلات العامة، لأن زي ما حضراتكم عارفين هذه البطولة ستكون أصغر بطولة من حيث مسافات ما بين الاستادات. يعني لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم المتفرج ممكن أن يحضر مباراتين أو ثلاث مباريات في نفس اليوم بسبب التقارب الكبير ما بين هذه الاستادات. أنا أقدم في النهاية أطروحات ختامية لحضراتكم، وأبدأها بمقولة أنا استخدمتها في كتابي المعنون مدن العرب في رواياتهم، وهي مقولة لويليام شكسبير بيقول فيها: ماذا تكون المدينة سوى البشر؟ أنا أريد أن أختم وأن أقول لحضراتكم الاستراتيجية العظمى لتسويق أي مدينة هي تبدأ بأن تجعل قاطني هذه المدينة وسكان هذه المدينة فخورين بانتمائهم لها، سفراء لها، سعداء بوجودهم فيها، أن تصبح المدينة مدينة جاذبة لسكانها ومحتضنة لسكانها وليست طاردة لهم، وأن أن نبدأ بتقييم صادق لما نملك وما هي أوجه النقص والعوائق والتعامل معها. يجب أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا في العالم العربي لأن احنا عاطفيين، يجب أن نعتمد على حقائق وليس على تصورات وخيالات وهمية، ويجب أن يشعر الناس سواء المقيمين أو الزائرين بحقيقة هذه الانطباعات والمقومات التي سوقت لهم. يجب أن ندرك أيضا أن استراتيجية المدينة التسويقية هي عملية ديناميكية، عملية متعددة الأبعاد، وتخضع دائما لتطورات ثقافية وحضارية وإنسانية واجتماعية. وأخيرا أقول أن استضافة أي حدث عالمي أولويته والقصوى يجب أن تكون المجتمع والمدينة. وشكرا جزيلا على الاستماع الراقي، ويشرفني الحوار والإجابة عن تساؤلاتكم بإذن الله. شكرا جزيلا. ألف شكر دكتور علي، محاضرة شيقة ودسمة كالعادة، يعني الأسئلة لم تنقطع، حتى أنا كاتب عن نفسي، أنا كاتب بتاع 20 سؤال، هنشوف بقى وقت حضرتك هيسمح ولا لا. أنا تحت أمرك. دكتور أيمن، حضرتك موجود معانا. أولاً بنشكر حضراتكم، أرجو من حضراتكم الريز هاند، هنبدأ الريز هاند دي بعد ما نخلص كل الأسئلة اللي مكتوبة، فأرجو يفضل عشان الوقت وتبقى الموضوع أكثر تنظيماً، احنا هنسيب للمتحدثين في الاخر اللي عايزين يتكلموا وقت، بس الاولويه للاسئله اللي مبعوته على البرايفت شات عشان نرتبها بالترتيب عشان ما ننساش حد يعني. فلو حد عنده اي اسئله غير اللي وصلت يفضل يكتبها وانا هلقيها بالنيابه على حضراتكم تنظيما للوقت. اللي عايز يرفع ايده ويسال بنفسه يبقى هتبقى في الجزء الثاني من الحوار ان شاء الله. تمام دكتور أيمن، دكتور علي، ربنا يكرمكم، انتوا نقلتونا من التكنولوجيا إلى الفلسفة إلى الفكر، وعدنا إلى المدينة للتخطيط للحياة، يعني بصراحة حاجة مبهجة، يعني أنا قاعد مبسوط يعني، ويعني كم التفاعل والناس اللي بتبعت الغرفة ما فيش، بتبقى 100 فرد، واحد يطلع عشان النت يقطع يدخل مكانه اتنين ويجي لي ويتنج يعني. تمام. اولا اول سؤال كان لدكتور ايمن عثمان، ايه هي اطروحات حضرتك لتوطين التكنولوجيا وتوطين اساليب التصميم في المدن الناميه للمشروعات الكبرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع التوطين التكنولوجيا ده اعتقد انه ممكن يبقى على محورين.
المحور الاولاني من خلال ال بنسميه احنا البيلدينج كاباسيتي، ان يتم الموضوع ده من داخل الدوله نفسها، ان يتم اعداد برامج على مستوى الدوله لتدريب الشباب وتطوير المناهج التعليم، بحيث ان الدوله من داخلها تعمل الامبروفمنت ده. وانا كنت اذكر ان ايام البشمهندس ابراهيم محلب لما كان رئيس الوزراء كان عندهم خطه طموحه بخصوص المدارس التكنولوجيه، اللي هي ما هياش كليات هندسه وما هياش مدارس ثانوي، حاجه ان بتوين، بحيث بتطلع جيل، الجيل ده ملم بالتكنولوجيا وباساليب البناء الحديثه. ففي محور يعني تتولى الحكومه او تتولى الدوله من داخلها. النقطه الثانيه اللي هو التعاون مع الدول اللي ليها باع في موضوع التكنولوجيا، ان يبقى في تدريب مشترك، في تبادل للخبرات، ان يبقى في عقود النو هاو تبقى شيرد بين الدولتين. فهي هتمشي على المحورين، يعني محور من داخل الدولة نفسها ومحور تعاون وتدريب خارجي. السؤال ده موجه لحضراتكم انتوا الاثنين. هنبدأ بدكتور علي ثم نفس السؤال لحضرتك دكتور أيمن. حاضر. ما هو تعليق حضرتك على احتياج الدول النامية للمشروعات الكبرى كأسلوب للتنمية؟ ده لي انا دكتور احمد، ليكم انتوا الاثنين، الراجل طالب ليكم انتوا الاثنين. في اسئله موجهه كده ليكم انتوا الاثنين. يعني انا الحقيقه الدكتور ايمن ما شاء الله غطى الموضوع ده بصوره متميزه جدا. انا بس يعني ما اعرفش وجهه نظر الدكتور ايمن هتكون ايه في اللي بقوله، لكن انا اعتقد لو في دوله فعلا مصنفه على انها دوله ناميه، أنا أعتقد أنها لازم تكون حريصة جدا 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 في ما هي أولويات هذه المشروعات العملاقة، وكيف يتم تكوين فريق استراتيجي استشاري متميز ومخلص يضع هذه الأولويات. لأن احنا شهدنا في المشهد العربي أمثلة كثيرة جدا أن دول تندفع لعمل مشروعات ضخمة وعملاقة ليست على قائمة الأولويات. ثم كما أشار البروفيسور أيمن، عندما نجتهد لمعرفة حالتها نكتشف أن المشروع متعثر، أن المشروع صعب تمويله، أن المشروع التقنيات المطلوبة فيه كانت عالية جدا ولا يمكن استكماله. فأنا أؤيد الدكتور أيمن في قضية التقييم والتيقن من الاحتياج. شكرا جزيلا دكتور أيمن. نفس شكرا دكتور علي. يعني أنا أؤيد حضرتك تماما، ان لازم يكون في اولويات للمشروعات في 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 الدول الناميه. في مشروعات كتيره يعني من خلال الدراسه التي كنت عملتها، ان بعد ما ملايين القيت في المشروعات في الاساسات وفي التجهيزات، المشروع يعني مشروعات وقفت وانتهت، وكل الفلوس يعني والامثله موجوده على النت وموجوده في الابحاث. الناس اللي عملت الدراسات بتقول ان القرارات اللي اخذت في اللي بناء هذه المشروعات لم تكن بالقدر الكافي ولا الدراسه المضبوطه اللي خلت المشروعات دي، يعني الفلوس يعني زي ما بنقول اترمت في الارض. فدي يعني زي يعني اي تماما دكتور علي، ان لازم يبقى في يعني لجنه زي ما حصل يعني في قطر موضوع التنظيم او المشروعات والارث. احنا محتاجين يكون في عندنا الهيئه للمشروعات الميجا بروجكتس، لان الدول لان يعني مصر وغير والدول الاخرى محتاجين مشروعات تنميه، يعني مشروعات مستدامه ضخمه الميجا بروجكتس للارتقاء بحياه يعني المدن وتوفير الخدمات لسكانها. فلازم يبقى في يعني تقييم للاهم فالمهم. تمام. سؤال يا جماعة، أنا هقول أسماء، أنا عذرا أنا نسيت أقول أسماء الناس اللي أطرحوا الأسئلة، فمعلش عذرا يعني، لكن هبدأ أقولها من دلوقتي. يعني عندنا دلوقتي سؤال لدكتور علي.
دكتور علي سؤال مهم جدا بالنسبة لي، نسمة حلمي، ما هي، هل سيتي براندنج أفضل تعريب للكلمة التجارية أم الشخصية التسويقية للمدينة أم تميز المدينة أم ماذا؟ شكرا يا نسمة. أنا رأيي إن دي قضية كنا لسه بنتكلم فيها أمس في حوار على فيسبوك، الحقيقة له علاقة بأننا لا ننتج معرفة باللغة العربية، ودي أزمة كبيرة جدا جدا، أننا بدلا، وعلى الرغم من اللغة العربية دي لغة شديدة الثراء، لكن إحنا في مأزق، لأن إحنا ما بنكتبش بصورة مكثفة باللغة العربية، ما بننشرش باللغة العربية، ما بنألفش كتب باللغة العربية، فدايما عندنا مأزق أننا نترجم من الخارج. لكن أنا لو تسمح لي نسمة، أنا أقول أن السيتي براندينج لا يمكن أن تسمى فقط بتميز المدينة، لأن الواقع أن التميز ده ممكن يكون مدينة متميزة لكن لم تحقق شخصية ترويجية وتسويقية سواء على مستواها المحلي أو على مستواها الإقليمي والعالمي. لذلك أنا بميل أكثر إلى تجاوز فكرة ترجمة المصطلحات، أنا مهتم أكثر بفكرة كيف نكون مفاهيم باللغة العربية. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أتاح لنا أن ندرس وأن نطلع وأن نتمكن من لغات أجنبية تمكننا من فهم السياق العلمي الغربي، ده شيء ممتاز جدا جدا، لكن واجب علينا الآن أن لا نترجم الكلمات والمصطلحات والتوجهات، لكن أن نضع لها صياغات باللغة العربية. ولذلك أنا مهتم أكثر بأن أقول أن سيتي براندينج بمعناها العلمي المفاهيمي باللغة الإنجليزية أقرب ما يكون له باللغة العربية هو صياغة الشخصية التسويقية وتوجيه للمدينة. شكرا جزيلا. تعقيبا على كلام دكتور علي، بالرغم من أن الاثنين المتحدثين الرئيسيين يتقنوا الإنجليزية بطلاقة ويعملوا في جامعات عالمية وعملوا ويعملوا في جامعات عالمية، لكن أثناء إعدادنا للندوة هما الاثنين ربنا يديهم الصحة والعافية كانوا حريصين انه يسألوني اكتر من مرة ويتواصلوا معايا، احنا عايزين الندوة تكون باللغة العربية، عايزين نوطن المعرفة باللغة العربية. دكتور علي بعتها لي كذا مرة، ودكتور ايمن اتصل بيا بالتليفون كذا مرة لحرصهم، ودي حاجة احنا كأكاديميين بنعانيها، ان احنا بنضطر نترجم حاجات ولما نيجي نصيغها بالعربي ما نعرفش، لان المعرفة يعني مع الأسف يعني المعارف ما زالت باللغة الإنجليزية رغم أنها كانت عربية. فده يعني السؤال اللي بعده ده طلب لدكتور أيمن، عايزين عناوين أبحاث حضرتك وعايزين لينكات للتواصل مع حضرتك. حاضر يا فندم، أنا بعت الإيميل بتاعي على الجروب. تمام. طيب ده أنا بتكلم بترتيب اللي وصلني يعني. السؤال اللي بعده لدكتور أيمن برضو، هل محتاجين هيئات جديدة للمشروعات الكبرى أم تطوير في فكر الهيئات القائمة؟ هو سؤال جميل الحقيقة. هو إحنا عندنا في مصر هنا مثلا في الهيئة العامة للأنفاق، ودي بتعتبر من المشروعات الميجا في مصر طبعا، بس دي يعني دي متخصصة في مترو الانفاق واللي هي القطار المكهرب لكن احنا في مشروعات تاني احنا يعني احنا محتاجين ليها، يعني مثلا مشروع المفاعل النووي المصري اللي يعني ان شاء الله لما يتعمل باذن الله ده هيكون نقله تاني، مشروعات زي مشروعات الطاقه الشمسيه. يعني انا متخيل يعني اذا في هيئات قائمه على مشروعات زي كده يعني يتم تطوير الهيئات دي، واذا ما فيش هيئات تخص باقي المشروعات يعني اعتقد ان يعني في اولويه ان لازم تتعمل يعني هيئه للمشروعات المشروعات الكبرى في مصر والدول الناميه عموما. يعني سؤال مفخخ بقى دكتور علي، ده سؤال مفخخ يعني، كيف تؤثر المشروعات العملاقه والاحداث العملاقه
على السياسة والاقتصاد العالمي، وكيف تؤثر في العمارة خاصة بعد كورونا. ده تقريبا الدكتور احمد ايمن اللي بعت السؤال ده، صح؟ انا بهزر يا دكتور احمد، يعني مش قصدي حاجه. اتفضل. أنا شاكر جدا جدا للدكتور أحمد على السؤال. أنا الحقيقة يعني من الناس اللي بتنتمي إلى الفريق من الأكاديميين ومن الباحثين ومن الممارسين في مجالات العمارة والعمران والتخطيط الذي يدعي أن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل العمارة والعمران والتخطيط عن السياق السياسي. كلنا متفقين على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وخلافه، لكن أنا بقول إن في مكون آخر مهم جدا إحنا في العالم العربي بنتجنبه، وأنا أعتقد إن تجنبه خطأ، لأن عندما يكون المعماري أو العمراني له رسالة سياسية لا يعني هذا بالدوام أنه إنسان معارض أو ثائر أو متمرد أو، لكن هو الواقع أنه هو مزيد من العمق للقرارات التخطيطية والمعمارية، مزيد من الدراية بما يحدث في دولته أو يحدث في مدينته أو حتى يحدث في عالمه. إذن أنا بقول لو أنا تفهمت السؤال، وزي ما حضرتك قلت الأبعاد التفخيخية في السؤال، أنا أقول أولاً يقيناً استضافة الأحداث العالمية فيها أبعاد سياسية، يقيناً، وكل الجوائز حتى العالمية اللي بتمنح أحياناً بيبقى فيها أبعاد سياسية، لكن ذكائنا إحنا في العالم العربي أن نقلل من أن التحيزات السياسية ستحرمنا من فرص الاستضافة، ستحرمنا من فرص أن مرة أخرى يمر عقد وعقدين وثلاثة عقود دون أن يمنح هذا الشرف للشرق الأوسط وللدول العربية اللي كلها بلا استثناء عندها القدرات، وزي ما الدكتور بروفيسور أيمن قال في عقول متميزة جدا وطاقات بشرية مكثفة في كل أنحاء العالم العربي، فده مهم جدا. قضية كورونا أنا أعتقد أنها قضية يعني متشعبة شوية وهتاخدنا في يعني حوار مطول، لأن كورونا مش بس بتتكلم بقى على فكرة الأحداث وخلافه، احنا بنتكلم على إعادة صياغة إيقاع العالم كله. لكن أنا من الناس اللي مؤمنة أن الإنسان بطبيعته هو محب للتفاعل مع أخيه الإنسان، ومحب للتفاعل مع السياقات الاجتماعية. الجنة من غير ناس ما تنداس، وبالتالي أنا بقول أزمة جائحة كورونا مقلقة في تفاعلنا الاجتماعي لشهر شهرين سنة سنتين، لكن يقينا العالم سيعود إلى التفاعل الاجتماعي المكثف، وبالتالي ذكائنا إحنا الآن كيف نستعد مرة أخرى لهذه الحقبة. أنا بشوف ناس كتير جدا قاعدة تجهز لحالة التباعد الاجتماعي، أنا رأيي إن إحنا لازم نجهز لحالة التواصل الاجتماعي، لأن ده هيحصل بإذن الله في المستقبل القريب، والمدن الذكية والمعماريين الأذكياء والعمرانيين الأذكياء هم الذين سيضخون طاقة إبداعية في مدنهم لتصبح مدن متميزة من ناحية التفاعل والتحفيز الاجتماعي ما بين مجموعات مختلفة من البشر. شكرا جزيلا. دكتور أيمن، سؤال من ليبيا. تفضل. المهندس قيس خليف، هل هناك استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الخاصة للمشاريع الكبرى؟ ما اعرفش، انا يمكن لو هتكلم على الحالة في مصر او الحالة في الدول النامية، عادة الأموال بتاعت الميجا كونستراكشن بروجكتس اللي يعني عشان تبنى بيها المشروعات، في أغلب الظن إذا لم يتم وجود مستثمر يعني لتمويل هذه المشروعات بيتم من طريق البنك الدولي، هو اللي بيمول المشروعات دي، وبعد كده طبعا هي يعني صحيح هو بيدي لك فلوس بس بياخدها بفوائدها، فبيعتبر عقبة أكبر في الدول النامية.
موضوع الـ 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 يعني من ضمن الـ 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 الأساليب اللي بتستخدم في موضوع المشروعات يعني المشروعات الميجا بروجكتس، ان بيتم حاجه بنسميها البابليك برايفت بارتنرشيب التريبل بي، وهو ان الحكومه بتدخل مع القطاع الخاص في الدوله دي. يعني لو مثلا لو احنا خدنا كيس مثلا مصر، الاوراسكوم والمقاولين عندها خبره وعندها فلوس، فممكن الحكومه بدل ما تستدين من البنك الدولي بتدخل في شراكه مع الشركات دي، بيتعمل للمشروع يتم بناؤه وتمويله، وبيتم يعني بيبقى فيه مثلا في رسوم على المرور في المشروعات دي، سواء كانت طرق او كانت انفاق، وبيتم الشركه اللي مولت المشروع بتسترد المبلغ شويه شويه. العوامل برضه انا كنت عايز اقول ان عوامل الاستقرار السياسي في اي دوله بتشجع رؤوس الاموال انها تيجي وتستثمر فيها. يعني احنا كنا شفنا فتره، يعني فتره ثوره يناير كان في فلوس كتيره طلعت بره مصر. مع الاستقرار اللي حصل في الفترات الاخيره ابتدت رؤوس الاموال تيجي تاني بتمول المشروعات. دكتور علي عبد الرؤوف، هنقول السؤال ده لدكتور علي عبد الرؤوف، وبعدين هناخد 3 من اللي رافعين ايديهم يا جماعه، اللي بالترتيب رفع الايدين. دكتور علي عبد الرؤوف، سؤال: ما راي او اتوقع راي حضرتك في حاله مكه والمدينه والمدن الدينيه والاحداث الكبرى في المدن الدينيه، وما هي الحاله الخاصه لتحقيق منهج الاستدامه؟ شكرا جزيلا على السؤال. أنا كتبت كتاب كامل على حالة مكة والمدينة، وحضرتك أشرت إليه في التعريف، كتاب من مكة للاس فيغاس، أطروحات في العمارة والقداسة. وما فيش أكبر في الدنيا من حدث الحج، وما فيش حاجة ألطف من تدفقات المعتمرين لمكة المكرمة. لكن أنا يعني وجهة نظري المتواضعة، إن وده اللي أنا طرحته في الكتاب، إن على الرغم من إن هذا الحدث حدث شديد القيمة وله أبعاد روحانية ومقدسة مهمة جدا جدا في وجدان المسلمين، الحج هو حلم كل مسلم، لكن أنا أعتقد أن ما يحدث حول الحرم من تطورات معمارية وعمرانية يثير التساؤل ويجعلنا ننتبه إلى جوهر الحدث، وده اللي أنا كتبته في الكتاب. إذا كان هذا الحدث عموده الفقري هو التجربة الروحانية، لماذا نفتت هذه التجربة الروحانية؟ لماذا تسيطر الأبراج على 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 الكعبة مثلا؟ فيعني أنا أعتقد أن مكة والمدينة حباهم الله بمعطى هو التدفق السنوي عليهم من ملايين المسلمين من كل أنحاء العالم، لكن يجب أن تكون هناك حساسية شديدة جدا جدا في التعامل مع هذا التدفق، بأن نستمر في الحفاظ على التجربة الروحانية، ولا تفلت منا التجربة الروحانية وتتحول إلى تجربة عقارية أو تجربة استثمارية. شكرا جزيلا. هناخد يعني اللي رافعين إيديهم بالترتيب. الدكتور هاني أبو العلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام ورحمة الله. الصوت مسموع؟ تفضل تفضل. أنا دكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافية العمران نظم معلومات الجغرافية، وكيل كلية الأدب جامعة الفيوم. وأحد أحد المهتمين والكاتبين يعني في المدن الذكية، يعني في الليترتشر ريفيو لو حد كتب اسمي هيلاقيني إلى حد ما مشارك بشكل كبير في المدن الذكية. صوت مسموع يا فندم؟ اتفضل يا دكتور هاني، اتفضل. هو صراحة يعني أنا عايز الأول أشكر المحاضرة الجميلة قوي ديت أول محاضرتين، يعني أنا بصراحة شفت غليلي بشكل كبير جدا جدا جدا، لأن أنا دايما مهتم الفرق ما بين المصطلح والمفهوم، لأن إحنا للأسف الشديد عندنا خلل في الفكر العربي وفي الكتابات العربية، وده بنشوفه في مؤتمراتنا وبنشوفه في مداخلاتنا ما بين المصطلح والمفهوم.
في البداية سعادة الدكتور أيمن أسعدني كثيرا قوي لما نهى الكلام بأنه بيقول إحنا عشان نعمل حدث والحدث ده يكون لي أثر ولازم نقيس أثره ميجا بروجكت، لازم إن إحنا بنشوف الأصوات أناليسز بعديها عشان نشوف إحنا دنيتنا هتبقى إزاي، إيه اللي هنستفاده من الحدث ده، إيه مواطن القوة أو الضعف، مواطن القوة اللي هنعززها أو مواطن الضعف اللي هنحاول نتغلب عليها، أو إحنا هنبقى إزاي في ده. لأن إحنا للأسف الشديد ودلوقتي هرجع يعني هربط الكلام بعد ما كمل على دكتور علي، لأن دكتور علي برضو نهى كلامه وقال إن البشر مش هيبقى فيه أبداً تنمية من غير ما يبقى فيه بشر، إيه المدينة هي إيه غير البشر. الكلام ده كلام فوق الرائع. الناس كتيرة جداً بتظن إن التقنية أو الـ ICT الـ Information Communication Technologies هي كل حاجة، بتنسى تراث المدينة وهي بتخطط، بتنسى اللي هو الشيء اللي هو موجود عنده مش خسران في حاجة، اللي هو ممكن يسوق للمدينة بيه، يسوق للمدينة بيه وليس يسوق يعني. وبالتالي بنشوف الناس يعني احنا لو شفنا، ويمكن معنا سعادة أستاذ الدكتورة التغريد الجهني على الجروب، يعني أستاذ تخطيط بجامعة طيبة في المدينة، لو شفنا دلوقتي المدينة المنورة مثلا وماذا يحدث فيها، ان المباني بتندهن باللون الأبيض معرفش ليه يعني او حاجة كده، فعلا ان احنا نجيب حاجة من غير إيش واضحة ونبدأ نشتغل عشان نحول المدينة دي بتجربة حد تاني من غير ما أشوف أنا عندي إيه أو أنا عايز إيه. بصراحة بدل ما بنسوق للمدينة، بالعكس إحنا بنسوق للمدينة. المحاضرة فوق الرائعة يعني، أنا والله 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 يعني مستمتع بشكل غير عادي. الكلام تناول كل شيء، تناول يعني إيه sustainable development أو تنمية مستدامة. هي التنمية المستدامة الفرق بينها وبين التنمية العادية إن التنمية العادية الناس بتنمي وبتستهلك كل حاجه ومش فارق معاها حاجه، لكن التنميه المستدامه انا في بعد فيها البشر وفي بعد ايه اللي هخليه بعد كده. يبقى انا النهارده عشان استقبل حدث ضخم او اطور مدينه او انشئ مدينه كمشروع للمدن الذكيه او ما شابه، لازم اكون بالفعل شايف ايه اللي عندي، ايه اللي موجود، البشر اللي عندي هيستوعب الكلام ده ولا لا، هيكون ناجح ولا لا، هنا هتبقى تجربة ناجحة ولا لا. ده كلام كله مهم، لأن أنا في الأول وفي الآخر بستهلك اقتصاد وبستهلك بشر، وإيه المردود في الغالب بيبقى مردود فاشل. أنا سعيد جدا 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 وشكرا، يعني مش عايز أقول يعني بشكركم قوي قوي قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور هاني ربنا يكرمك. طبعا مع حفظ الألقاب، لأن أنا وليد شهابي، أنا معرفش دكتور أو مهندس، اتفضل تفضل وليد. طب ناخد دكتورة تغريد الجهني، تفضل يا دكتورة. دكتورة تغريد، انتوا سامعيني يا دكتور ايمن ولا لا؟ سامعينك يا دكتور احمد. سامعين حضرتك، سامعين حضرتك. دكتورة تغريد هي طلعت ولا هو يا دكتور؟ والناس بتعمل ريز هاند وتمشي. طيب جيهان، ما اعرفش جيهان دكتوره او مهندسه. السلام عليكم. دكتوره تغريد اتفضلي حضرتك. الصوت واضح؟ واضح. بدايه كل الشكر على هالمحاضرات القيمه، من بدايه توطين التقنيه الى الافكار الخلاقه في العماره، صراحه من الدكتور علي استمتعنا كثير بهالمحاضره. انا كان عندي استفسار للدكتور علي، ممكن هو عارف إنه الهوية المحلية لغالبية مدننا العربية في كثير من المخاوف، كثير من التحديات اللي تقابلهم تطوير هوية محلية بين الأفكار الغربية واستحداثها، يعني محاولة إنه نجيب أفكار غربية ونزرعها في المجتمعات العربية، وكيف إنها ممكن ما تلاقي قبول وممكن أصلاً ما في ملائمة من الناحية المناخية لاستقطاب النماذج الأوروبية أو النماذج الغربية وتوطينها في العواصم والمدن العربية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، كيف ممكن إحنا نخلق هوية عربية متطورة؟ ما نبغى نشوف النماذج القديمة اللي من العصر العثماني واللي من بدايات العصر الأموي ونجيبها ونحط ديزاينات القديمة على مبانينا وبنقول هذه هوية، هذه مو هوية مناطقنا اليوم. إحنا نبغى هوية عربية متطورة
تتلائم مع احتياجات السكان أولا، تلبي رغباتهم وتعكس واقع المكان، بحيث أن المكان إحنا مو عايشين في العصر الأموي. لما أنا أجيب الواجهات والرواشين القديمة والأشياء القديمة بحطها على المباني، أصلا بيطلع شكلها غير متطور وغير متواكب مع الحداثة. المدن متطورة بشكل مستمر، المدينة كائن ديناميكي بيتطور باستمرار. كيف ممكن بعد ما نخلق هوية للمدن، كيف نحافظ على التغير المستدام لهذه الهوية، بحيث أنها على طول تكون متجددة، على طول المدن تضمن التنافسية وتضمن أنها تكون جاذبة وتكون فعلا متطورة، بحيث أنها ما تكون فيها جمود. لأن المدن أحيانا يعني إذا خلقنا هوية، يعني شف شاون على سبيل المثال في المغرب، نموذج جميل لكن تقصدها مرة مرتين ما عاد بتروح لها مرة ثانية، لأنه ما في تطوير، ما في تطوير مستمر لهذه الهوية. إحنا كيف نخلق منها بيئة جاذبة بشكل مستمر، بحيث هذه المناطق تكون فعلا واجهات تعكس الحضارة العربية، تعكس التطور، تعكس العمارة العربية في مدننا الإسلامية. وشكرا. لو تسمح لي يا دكتور أحمد، أنا بس عايز أوجه الشكر للدكتور هاني، بالذات أن أنا عرفت كمان الدكتور هاني أبو العلا أن هو أستاذ في جامعة الفيوم، وأنت عارف دكتور أحمد جامعة الفيوم دي في قلبي. يعني أنا من كنت من الناس المؤسسة لقسم العمارة في فرع جامعة القاهرة في الفيوم، وأنا بحب الفيوم جدا. وكمان ما شاء الله عليك يا دكتور هاني، أنا فخور بالطريقة اللي حضرتك طرحت بيها أفكارك وبالتشجيع اللي عملته لبروفيسور أيمن وليا، وأتمنى يكون لنا تواصل عشان الأفكار اللي حضرتك طرحتها يعني حقيقة المفروض تبلور إلى مشروعات بحثية ومشروعات أكاديمية بإذن الله. الدكتورة تغريد أختي العزيزة، شلونش يا دكتورة؟ طمنيني عليك. بخير الله يسلمك، شو أخبارك دكتور أيمن؟ دكتور علي سلمك. الله يخليك يا دكتورة، يعطيك ألف عافية. أنا دكتورة تغريد لاقي كلام جميل جدا في تساؤلات حضرتك. الجزء الأول من كلام حضرتك سؤال والجزء الثاني هو الإجابة، يعني أنا قاعد أكتب السؤال لقيت حضرتك رحتي مغششاني الإجابة. أنا أعتقد يا دكتورة تغريد إن مشكلتنا الكبيرة في العالم العربي أننا حتى الآن نتعامل مع الهوية على أنها منتج. نحن تمكننا من تجميد لحظة تاريخية معينة في كل مدينة من المدن العربية وسميناها ده اللي بيعبر عن هويتها، وحصل لنا نوع من أنواع الجمود التاريخي والمعماري والعمراني. ثم بدأنا كما حضرتك قلتي حصل عندنا حالة من الكسل الإبداعي العام، وبدأنا نستورد ما يطرح في العالم الغربي وأحياناً ما يطرح من معماريين متواضعين جداً جداً وبدون أي نوع من أنواع الفحص أو التمحيص أو الاختبار. أنا يا دكتورة تغريد بضم صوتي لصوت حضرتك، الهوية هي كيان متجدد، هي عملية متطورة. هذه المحاضرة اللي احنا بنعملها، الفعالية اللي احنا بنقوم بها الآن، محاضرة الدكتور أيمن ما شاء الله عليه، تداخلات أخويا الدكتور أحمد هارون، كلامي لو سمحتم يعني إذا كان لي قيمة، مداخلات الدكتور هاني وحضرتك والآخرين، هذا أيضا تشكيل لهويتنا المعاصرة، هذا أيضا بناء للمعرفة المعاصرة لمجموعة من الأساتذة والأكاديميين العرب. ما أحاول أقوله يا دكتورة أننا يجب أن ننظر إلى الهوية على أنها عملية ديناميكية، وبالتالي يجب أن نسأل أنفسنا كل يوم ماذا أضفنا لهويتنا العربية؟ ماذا قدمنا لهويتنا العربية والإسلامية؟ ما هي الطاقة الإبداعية التي خرجت منا حتى لا تتحول عمارتنا وعمراننا إلى تعبير أنا بستخدمه في كتاباتي النقدية يا دكتورة تغريد، السياق الديكورات المسرحية. يعني كل المدن العربية بلا استثناء أما تزورها يقولوا لك عايزين نوديك المنطقة التراثية، فتروح المنطقة التراثية تكتشف إنها مجموعة سياقات اتبنت من 3 سنين وبيضحكوا عليك، ها بيضحكوا علينا. وفي نفس الوقت الأماكن التاريخية الحقيقية بتتهدم وبتتكسر وبتهمل وبتفقد احترامها وبتفقد قيمتها. فأنا نفسي يا دكتورة تغريد ندخل مع بعض كلنا، والدكتور أيمن ودكتور أحمد ودكتور هاني والمجموعات الرائعة اللي موجودة، الدكتور بوزيد بوضياف ما شاء الله عليه، ندخل في مشروع جماعي
لإنتاج معرفة عربية، جزء منها أن يكون لنا مشروع ديناميكي مستمر لقضية الهوية. ويعطيك ألف عافية دكتورة تغريد. المهندس وليد، هل المايك مفتوح من عندك؟ هل المهندس وليد؟ طيب جيهان مهندسة أو دكتورة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أنا دكتورة جيهان أحمد. دكتورة جيهان أحمد، تفضل يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور احمد؟ اتفضل يا فندم. بسلم على الدكتور ايمن و اهلا بيك دكتور جيهان، ازاي الحال؟ ازاي حضرتك يا دكتور ايمن؟ والله كانت محاضره اكتر من رائعه، وحضرتك والدكتور علي، وطبعا احنا دي مش جديد على حضرتك يعني. ربنا يكرمك يا فندم. انا بس كنت بعقب على سؤال كان طرحه احد المشاركين، ان هل اللي هي الاستثمارات الخاصه ينفع ان هي تبقى جزء من المشاريع اللي هي الميجا ستراكشر اللي بتعملها الدوله؟ هو فعلا اتعمل يعني في مصر، لو احنا نفتكر ساعه الثوره، كان ساعه 2013 لما السيسي يعني بقى في حكم الجيش، يعني عمل اللي هي قناه السويس الجديده، صح؟ قناة السويس الجديدة ما كانش فيه فلوس، وكان مصر يعني في معونات من الإمارات، ولما حبينا ان احنا ناخد معونة من صندوق النقد الدولي قال لا، عشان احنا يعني علينا ديون قد كده. فكان اللي طرحه الرئيس ان هو عمل اللي هي لو حضرتك تفتكر في بنك مصر الشهادات اللي هي بعائد 20%، وهذا نوع من الاستثمار. يعني هو كل اللي كان حاطط فلوسه في البنوك الخاصه او في البنوك الحقوق البنوك العاديه، يعني كلهم فكوا الودائع وفكوا الفلوس وراحوا حطوا الفلوس بتاعتهم في البنوك المصريه. طبعا هو مش عشان يشاركوا في مشروع قومي، هو عشان كان العائد تقريبا الدبل بتاع البنوك الثانيه، فهو يعتبر ان هو برضك استثمر باللي هي المستثمرين اللي هي الصغيرين او بالفلوس الخاصه في المشاريع القوميه. فانا يعني بقول ان ممكن، ان طبعا المشاريع اللي هي الميجا ستراكشر او الميجا ستراكشن ممكن يتعمل فيها مستثمرين صغيرين. يعني انا حتى من الناس اللي بقول ان انا مثلا لو انا معايا سي اكس من الفلوس، وانا مش من طبيعتي، او انا يعني ما اقدرش ان انا افتح مشروع كبير، فانا عايز استثمر الفلوس دي، او ما اعمل ايه، او ما انا اشوف مشروع كويس وشغال، او ما انا اشترك باسهم فيه، يبقى انا مني ان انا بستثمر فلوسي، يعني انا هاخد الربح جزء من الفلوس اللي انا دفعاها. يعني لو الاكس ده مثلا جابت 10 اكس، فانا هاخد 1/10 من الاكس دي، تمام؟ فانا يبقى اللي هو المستثمرين الصغيرين ممكن يبقوا جزء من المشاريع العملاقه يعني. وده فعلا حصل بالفعل يعني. ده اللي انا كنت يعني بعقب على السؤال اللي طرحه احد المشتركين. شكرا دكتور، ربنا يكرمك. الله يخليك يا دكتور. كمان دكتور علي، بالنسبه للسيتي براندنج، انا من وجهه نظري الصغيره يعني والمتواضعه، ان السيتي براندنج مش هو ممكن تبقى مثلا انفايرومنتال، ممكن تبقى فيزيكال، ممكن تبقى هويه زي ما الدكتوره تغريد قالت، ممكن تبقى كذا حاجه. سيتي براندنج يعني مش شرط ان هي تبقى مثلا لاند مارك، لا، مش ممكن تبقى يعني مثلا في مطروح، السيتي براندنج بتاع مطروح هو لون البحر بتاعها، ما هو دي شخصيه، ده اللي بيميز مدينه مطروح مثلا. يعني انا قصدي ان السيتي براندنج احنا بندور على الحاجه الكويسه او الحاجه اللي بتميز المدينه دي عشان تبقى بيها براندنج، مش شرط بس ان هي تبقى حاجه سياسيه، مش شرط ان هي تبقى حاجه اقتصاديه، يعني ممكن تبقى يعني ممكن تبقى حاجه طبيعيه، يعني حاجه من الطبيعه تخليها براندنج يعني. بس حاجه صغيره يعني بعقب عليها على كلام الدكتور علي. هو في ميزه يا دكتوره جيهان ان المحاضره مسجله، لا، وان شاء الله حضرتك هتشوفي الفيديو مره تانية، لان حضرتك هتكتشفي لما تشوفي الفيديو
إن أنا اتكلمت على عشرات العناصر اللي بتكون الشخصية الترويجية والتسويقية للمدينة، واتكلمت بصورة خاصة على إن مكون منهم اسمه فهم وتقدير المقومات الطبيعية للمدينة، بالضبط. الأنهار، الساحات المائية، الجبال، إلخ إلخ إلخ. فأنا لا أعتقد نهائياً إن أنا في محاضرتي قلت إن تميز المدينة وتكوين شخصيتها التسويقية والترويحية والترويجية من عنصر واحد فقط، أو إن هو من عنصر سياسي أو كده، لا قدر الله. ما إني يا دكتور إن شاء الله المحاضرة هتشوفيها على الفيديو وتتيقني من صحة كلامي. ربنا يخليك. شكرك يا دكتور جيهان، تشرفت معانا حضرتك. نسيت دكتور احمد، ربنا يكرمك. انا هناخد هنطرح جزء من الاسئله المكتوبه ونرجع تاني ناخد الناس اللي بترفع ايديها، عشان بس الترتيب يا جماعه ليس تقليل من شان اي حد، بس احنا ماشيين بالترتيب اللي بيوصلنا. دكتور بوزياد بوضيف، the impact of the mega project on the social and economic development in the way that the mega project is be definition and event. ده سؤال بقى دكتور بوزيد مش محدد هو موجه لمين. فاتفضل يا دكتور ايمن. طيب ممكن تطرح بس السؤال تاني، معلش الصوت راح شويه، معلش انا اسف. النت كثير المشروعات العملاقه اجتماعيا واقتصاديا على التنميه اذا كانت المشروعات تتحول الى ايفنت، اذا كانت المشروعات تتحول الى ايفنت in a way that the mega project is by definition an event. انا نقلته يعني نقلا. طيب هو الـ هو الهدف من مشروعات الميجا بروجكتس هو تحقيق التنميه المستدامه في الدول، وزي ما حضراتكم تعرفوا ان الاستدامه ليها 3 pillars: السوشيال والايكونوميك والانفيرومنتال. فالمشروعات التنميه المستدامه او اللي هي مشروعات الميجا بروجكتس الهدف منها، يعني لو هنتكلم من الناحية السوشيال، يعني بتحقق الأهداف المجتمع سواء من ناحية الصناعة، سواء من ناحية البزنس، من ناحية الكالتشر، من ناحية الميديكيشن البزنس. فهي يعني هي بتنشأ من أجل تحقيق أهداف المجتمع. ومن الناحية الاقتصادية المفروض المشروعات دي لما بتنشأ بتخلق فرص عمل للشعوب والمجتمعات، بحيث انها بتغني اهل المدينه عن يعني بتوفر فرص عمل، وبتعمل كمان اللي احنا بنسميه الصناعات يعني الصناعات اللي بتعتمد على الصناعات. يعني لما بيكون في مشروع كبير يعني من مشروعات الميجا بروجكت، في صناعات اخرى صغيره بتقوم على المشروعات دي، فبتحس ان المشروع في ذاته بيبقى منتج، ولكن هو كمان بيساعد صناعات اخرى انها تقوم ويحصل لها ديفلوبمنت. الجانب الاقتصادي والجانب السوشيالي او الاجتماعي في موضوع التنميه المستدامه بيكون واضح تماما. المشكله بتكمن كمان في موضوع الناحيه الانفيرومنتال. المشروعات الميجا بروجكتس يعني هي احد عيوب الكونستراكشن اندستري او مشاكلها، انها يعني التاثير بتاعها على الانفايرمنت بيكون نيجاتيف. بيبدا بتجريف الارض واستخدام المواد اللي تطلع من الارض، انها بيتم تحويلها الى مواد بنا، بالاضافه لموضوع الويست والديموليشن اللي بيحصل، واستخدام الطاقه الضخم في عمليات تصنيع مواد البنا او تشغيل المبنى بعد كده. فهو مشروعات التنميه المستدامه محتاج يبقى فيها بالانس بانها تحقق رغبات السكان ورغبات المجتمع، وفي نفس الوقت بتخلق فرص عمل للمجتمع وللصناعات الاخرى، وفي نفس الوقت احنا محتاجين حلول ذكيه سمارت وانوفيتيف ان انا احقق الكلام ده بدون الاضرار بالانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه. أشكرك يا دكتور أيمن، أشكرك جدا. الله يكرمك. دكتور علي، دعني أشاكسك. ده سؤال موجه مني أنا. أؤمر. هل سوف تتحول الدوحة بعد كأس العالم إلى مقصد؟ من الموقع إلى المقصد. أقول لحضرتك الدوحة
مقصد حتى قبل كأس العالم. يعني ده اللي يمكن يدهش البعض، وانا عارف ان موضوع الدوحة وقطر بالذات حساس جدا في مصر، فبس على مهلكوا عليها يعني. قلت انا وانت ماخد اللي انا وانت يعني. الحقيقة يعني الحقيقة انا لازم اكون صادق مع حضراتكم، ما فعلته بعض المدن الخليجية في العشر سنوات الأخيرة وبالكثير من الموضوعية والعقلانية يستحق أن يدرس، يستحق أن يقيم، يستحق أن يفحص فحص عميق يبعد عن البعد العاطفي. أنا رأيي، أنا لو أنا واحد مصري مخلص بحب مصر، لو أنا واحد جزائري مخلص بحب الجزائر، لو أنا واحد سوري مخلص بحب سوريا، أنا أقول لنفسي إيه اللي عملته دبي؟ إيه اللي بتعمله أبوظبي؟ إيه اللي بتعمله الدوحة؟ إيه اللي بتعمله الكويت؟ إيه اللي بتعمله المنامة؟ هل الجماعة دول تجاوزوا فكرة إن إحنا معانا فلوس وبنصرفها؟ هل تجاوزوا فكرة دول نخلتين وخيمة والكلام اللي بنقعد نقوله ده؟ أنا أعتقد لو بدأنا ننظر إلى هذه الدول بمدخل فيه مزيد من التحليل والفحص وتجنب البعد العاطفي، هنكتشف أن بعض هذه المدن بقت تحولت بالفعل إلى مقصد. يعني أنا من الحاجات اللي بتفرحني وتؤلمني أن دبي بيجيها سياح أكثر من مصر، عايزين نفكر فيها دي يا جماعة. ها؟ يعني أما نكتشف أن دبي بتستقطب في السنة عدد من السياح يتجاوز الأهرامات والنيل والغردقة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ، الواحد يقول لنفسه لا في حاجة مش مظبوطة. لكن الواقع إن في حاجة مظبوطة، وهي زي ما الدكتور بروفيسور أيمن طرح، هي فكرة البعد الاستراتيجي، هي فكرة معنى تطوير المدينة، معنى وجود المشروعات المتكاملة أو المشروعات الكبرى. فأنا بقول لحضرتك جائحة كورونا وقفت الأمور شوية، لكن أنا بعتقد أن قطر قبل كأس العالم كانت مقصد، وزي ما قلت لحضرتك مشروعات زي المتاحف العالمية، مشروعات زي المدينة العلمية، مشروعات زي إعادة إحياء التراث القديم، هذه المشروعات بتجذب الناس. مثلا حضرتك لاحظ أن كل المدن اللي اتكلمت عنها، والدكتور أيمن عارف الكلام ده أحسن مني مليون مرة، عملت مطارات اللي إحنا بنسميها في لغتنا التخطيطية والعمرانية الهاب إيربورت، المطار اللي بيضم تقريبا بيتحول إلى بوتقة بتجذب المسافرين من كل أنحاء العالم. أنت بيبقى عندك تحدي إن أنا عايز الناس تيجي عندي، أول ما الناس تيجي عندي تقول لهم لا أنا مش هقعدك بقى في المطار، أنا هطلعك برا كمان. يعني في قطر وفي دبي بيدولك فيزا وانت واقف، تخرج تقضي يوم تقضي يومين في البلد وخلافه. فأنا الحقيقة دكتور أحمد يعني شايف إن سؤال حضرتك مهم جدا جدا، وأهميته إن هو يكون دعوة لينا مخلصة. مش غلط أبدا إن الواحد يتعلم من الصغير، مش غلط أبدا إن الواحد بيتعلم من تلميذ. أنا بقول أنا 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 عندي 56 سنة وحاصل على درجة الأستاذية، وبقول لحضرتك أنا كم المعرفة اللي بتعلمه من تلاميذي غير عادي، كل يوم بتعلم من تلاميذي. أنا نفسي إن نفس الفلسفة دي تكون موجودة على سياق الدول، وبالذات الدول اللي زي مصر، يعني ها إن إحنا في توات العالم العربي، لا ممكن نتعلم شوية من باقي دول العالم العربي. الله يوفق الجميع إن شاء الله. طيب سؤال من غير مشاكس مش من تمام، كيف تكون المدن جاذبة للاستقدام بدون التنازل عن هويتها؟ طبعا طبعا ده سؤال مهم، وكان في سؤال كمان قريب منه جدا يا دكتور لو تسمح لي اضمه لي، وهو ازاي نستدعي معماريين عالميين ولا تفقد المدينه ايضا شخصيتها وهي. انا شايف الله يخليك يا دكتور، انا شايف السؤالين دول مهمين جدا ومرتبطين ببعض. ليه يا دكتور احمد؟ احنا تعودنا يا دكتور احمد، وحضرتك اشتغلت في شركات عالميه وفي مكاتب عالميه وفي دول في اماكن مختلفه في العالم، ونفس الكلام بروفيسور ايمن وكثير من الاساتذتي اللي بيستمعون الينا الان وزملائنا واصدقائنا. احنا يا دكتور عندنا في العالم العربي عقدة خواجة مرعبة، اول ما الاستشاري الخواجة بيخش علينا
بنستسلم لي استسلام مرعب. أنا لا يمكن أن أنسى واحد من أقوى المكاتب الاستشارية الألمانية، مش هقول الأسماء، قال لي بالحرف الواحد، أنا ما شفتش في حياتي ناس بتسمع الكلام زي العرب، عمري ما تخيلت أن أنا أعمل أي حاجة ولا يوجد أي مستوى من مستويات المقاومة، حتى لو شوف الإهانة يا دكتور، حتى لو القاعد قدامي أساتذة في العمارة والتخطيط ما حدش بيجرؤ يقول لي حاجة. أنا بقول يا دكتور، بأحاول أجيب عن السؤالين دول من تجربتي أنا في قطر. كل الاستشاريين اللي اشتغلوا في قطر وبالذات الاستشاريين المعماريين، أنا بتكلم على آيم باي، بتكلم على ريم كولهس، بتكلم على نوفيل، بتكلم على يعني هيفي ويت يا دكتور أحمد، كل دول بيتعامل معهم ورش تصميمية مع المحليين، مع الخبراء المحليين. احنا خلينا ريم كولهس يتعلم حاجة اسمها المعرفة المحلية، قلنا له أنت عندك معرفة دولية وإبداع غير مسبوق، لكن أنت ما تعرفش حاجة خالص عن قطر، ما تعرفش حاجة عن الإسلام، ما تعرفش حاجة عن العالم العربي، لازم تتعلم مننا، لازم تسمع مننا. وريم كولهس دلوقتي أما بيجي يتكلم على مشروعاته في الخليج وبالذات في قطر، بيبدأ أنه يقول لقد تعلمت من الفرق المحلية، لقد تعلمت من الفرق الاستشارية التي نبهتني إلى نقاط وإلى معايير وإلى أفكار لا يمكن كنت أدركها. نوفيل وهو بيصمم المتحف الوطني اللي أنا وريته لحضرتكم في محاضرتي، قال لنا كده بالحرف، قال أن أنتوا نزلتوني من البرج العاجي، أنا كنت متمتع بالبرج العاجي، أنتوا حطيتوا علي ضغوط، هذه الضغوط ولدت مني طاقة إبداعية غير مسبوقة. يعني مثلا أنا دكتور أحمد استشاري العالميين زي يرحمها هاس ليبسكن، كل دول أما بيروح على موقع بيقول أنا عايز الموقع ده يطرح له بالبلدوزر يتنظف تماما عشان أشتغل فيه، بالذات في العالم العربي. إحنا قلنا له القصر القديم محمل بالتاريخ ويمثل فص لن يمثل، ووافق والمشروع بتاعه نسجه حول هذا القصر القديم. إذن أنا أنا بقول يا دكتور، أنا للإجابة على التساؤلين بأكثر يعني وضوحا، أنا لست قلق من استخدام المعماريين الأجانب، لست قلق من وجود يعني روافد غربية وعالمية، طالما أننا نملك الموقف الحضاري والموقف النقدي ولا نخاف، إحنا متميزين بفهمنا لسياقنا يا دكتور أحمد. شكرا جزيلا. طيب سؤال لدكتور أيمن، وهنبدأ نخلي الناس اللي رافعين إيديها، بس أرجو يا جماعة عشان الوقت برضو إحنا دخلنا بقى لنا ساعتين ونص، وأنا أخشى إن الوقت هيداهمنا، فالأساتذة اللي هنسمح لهم بالمايك يعني نخش في صلب الموضوع على طول. دكتور أيمن السؤال بيقول، لماذا لا تتوطن التكنولوجيا رغم تنفيذ هذه المشروعات الكبرى بأيدي محلية ووجود إدارة عالمية؟ لماذا لا تتوطن التكنولوجيا في المشروعات الكبرى رغم ان العمالة محلية؟ تمام. انا هستشهد بموقفين حصلوا حضرتك. الموقف اللي حكيت عليه في جنوب افريقيا لما الشركات الألمانية راحت ونفذت الاستاد هناك، كان الكونتراكت اللي بين الشركات وحكومة جنوب افريقيا لا يتم فيه التكنولوجي ترانسفير. الشركة هتروح هتنفذ وهتمشي بمعدتها، استعملت العمالة الجنوب أفريقية فعلا، ولكن لم يتم يعني ما عطاكش سر الصنع. في أحد المهندسين الشغالين في العاصمة الإدارية، وهو كان من الناس المسؤول عن التعاقد، فكنا بندردش في الموضوع ده، فبيقول لي أنت تعرف أن كمان العقد اللي بيننا وبين الشركة الصينية ما فيهوش تكنولوجي ترانسفير. فهي الشركات جت بالتكنولوجي بتاعتها بنت المشروع ومشيت، فاحنا ما حصلش توطين للتكنولوجيا. ولكن انا اعتقد ان الموضوع ده محتاج يعني لما تصاغ نوع من العقود زي كده ان يبقى واضح ان هيبقى فيه تكنولوجي ترانسفير، او على الاقل الشركات جت وبنت وعملت ربح في الدولة عندنا، ولكن مقابل الكلام ده حصل تعليم للناس، والناس على شروطهم. يعني اذا احنا اشترطنا كده
وهم قبلوا الموضوع هيتم. فهي دي مشكله في التعاقد نفسه. وزي ما الدكتور علي يعني استاذنا الدكتور علي قال هو عقده الخواجه، هو جاي بيفرض شروطه انا مش بناقش، فدي مشكله. انا اسمح لحضرتك اعقب، انا بحكم ان انا كنت عايش في الصين، الصين فرضت على اي شركه حابه تبيع منتجها في الصين لازم توطن التكنولوجيا بجدول زمني وبمعايير كمان تفرض على الشركه، والا مش هتبيع عندنا والا مش هتشتغل عندنا. اللي وافق ولذلك نقلت معظم التكنولوجيا ليها وبدات تعيد صياغتها يعني. صحيح. هنبدا ناخد الاسئله. الناس اللي رافعين ايديها دكتوره ريهام احمد. اشكركم جدا. اتفضلي دكتور ريهام. دكتور ريهام انا بتكلم. اتفضلي يا فندم. ايوه اعلي صوتك. ايه انا بشكركم جدا على المحاضره دي، وانا الحقيقه لسه طالبه الدكتوراه الحقيقه، لسه ما خدتش الدكتوراه. الله بشر خير. بشر خير ان شاء الله. انا مداخلتي بخصوص الجزء الاول، والحقيقه احنا يعني واحنا بنناقش يعني يعتبر غطينا كم نقطه من الحاجات اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها، بس يعني انا لا قربي من المايك يا دكتوره ريهام او يا باشمهندسه ريهام، قربي من المايك شويه. النقطة اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها اللي هي التحدي الفني بخصوص النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي أحد معوقات المشاريع الضخمة في مصر ويعني في الدول النامية عامة، موضوع التطور الهندسي والمعوقات الفنية. فالنقطة اللي هي ان احنا ما عندناش يعني عندنا اي عاملة كتير مثلا في مصر، بس ما عندناش الكفاءة او القدرة على ان هي تنفذ الاعمال اللي هي مسندة اليها، او ان هي اصلا تدخل في نطاق معين من اعمال ابداعية او اعمال معينة صعبة تنفيذيا مثلا او كده. الحقيقة المشكلة ممكن تكون مش فردية، يمكن ان في افراد كتير جدا بيعملوا كده على بيعملوا تطوير لنفسهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفردي، ولكن هي مشكله في انه الشركه كبيره مثلا استشاريه عشان تاخد قرار زي ده، فهي محتاجه تدرس جزء كبير من المخاطر والريسك على حاجه زي كده، ان هي يعني تتبنى فكره ان هي تطبق تكنولوجيا جديده ما لم يتم تنفيذها من قبل في مصر مثلا أو في دول مجاورة ليها. فدي نقطة كبيرة، يعني أحياناً بيبقى موجود الشخص اللي يعمل كده أو موجود التيم اللي يعمل كده فعلاً، بس يحصل إن إحنا ما نقدرش ناخد قرار زي كده لأن إحنا مش قادرين ناخد تكلفة المخاطر بتاع حاجة زي كده، أو ما فيش حاجة تجبرنا أصلاً إن إحنا أصلاً يبقى كل الكلام ده بأيدي مصرية أو عمالة محلية أصلاً، فبالتالي بيقوم مالك المشروع او الجهه نفسها اللي بتنشئ المشروع اصلا تستضيف حد او يعني تخلي مثلا الشركه الاستشاريه او المصممه شركه اجنبيه. غير طبعا الجزء الثاني اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع اللي احنا لسه الباشمهندس دكتور ايمن لسه كان بيتكلم فيه، موضوع انه اصلا فعلا او مش فاكره يعني موضوع ان الاجنبي الخبير الاجنبي دايما او الجهه الاجنبيه لما بتتكلم وتقول راي خلاص احنا كلنا بنقول سمعا وطاعه وبنمشي وراه. للاسف اغلب المشروعات فعلا اللي انا عصرتها، يعني اشتغلت في مشاريع بره مصر وفي مصر كبيره، للاسف هو ده اللي بيحصل. يعني ممكن تكون المشكله مش مشكله اي نوع اصلا من التكنولوجيا، هي فكره كده ان احنا لازم نعمل حد خواجه اجنبي يعمل لنا الديزاين واحنا كلنا نكمل وراه الديتيل ديزاين وبقيه التفاصيل. فيعني هي مشكله غريبه، يعني ممكن تكون مشكله ثقافيه ومشكله ان احنا ازاي نشجع قطاع خاص ان هو ياخد الريسك انه يتبنى فريق عنده ممكن يعمل الحاجه دي من غير ما يلجا الى خبير اجنبي. دي نقطة تانية، يعني احنا ما عندناش حاجة مثلا في مصر حد يدعم هذا القرار او يدعم الاتجاه ده. دي حقيقة. يعني هو يعني شكرا لحضرتك على المداخلة. هو يعني هو الموضوع ليه اكثر من شق، يعني هو زي ما يعني الموضوع محتاج إرادة سياسية ان احنا محتاجين نعمل كده،
هتتوفر الاساليب وهتتوفر الامكانيات لموضوع حاجه زي كده. فاحنا فعلا محتاجين يبقى في اراده سياسيه وفي اراده من الناس انها تعمل الموضوع ده. والحقيقه الموضوع ده ما هوش معجزه، لان في دول كانت زينا واقل مننا وخدت قرار ومشيت وتحولت من ديفلوبينج كونتري ان ترانزيشن. فالموضوع ما هوش صعب، ولكن هو محتاج عزيمه واصرار من الشعب ومن الحكومه. دي حقيقه، دي حقيقه. وتاني حاجه، مثلا ما يكون المالك نفسه ما عندوش وعي فعلا نقطه، يعني انا فعلا احط يعني ايه، اضيف الى يعني اضيف يعني اشيد اكتر ان فعلا محتاجه اضم صوتي لنقطه ان فعلا الجهه المالكه للمشروع لازم يبقى عندها وعي فعلا بالتكنولوجيا دي نفسها، لان هي بتطلب وتوصف حاجه معينه او بتطلب شيء معين، محتاجه تكون هي ادرى بصوره يعني اكثر تفصيله هي طالبه ايه. مش مفروض ان هي انا استضيف حد واسيبه هو يملي عليا الطريقه اللي انا انفذ بيها التكنولوجيا دي، المفروض ان انا اكون عندي وعي وادراك ورؤيه في حاجه ان انا هتبنى التكنولوجيا دي ليها عندي. ففعلا الجهات المالكه يعني سواء حكوميه او قطاع خاص او غيره محتاجه يكون عندها رؤيه في حبيب. بس مش عايز اطول، بس عشان دكتور احمد والاخ احنا في دراسه بنعملها، يعني انا وطلبه ماجستير معايا حاليا، عن معوقات تطبيق البيلدينج انفورميشن موديلنج في مصر. ومن ضمن الاسباب اللي بتخلي البيلدينج انفورميشن موديلنج مش بيتطبق في مصر، بالاضافه لغلو التكنولوجي نفسها، ان لا المالك طلبها ولا عايزها، ولا في جوفرنمنتال ريجوليشنز بتقول احنا لازم البيلدينج اللي بيعدي مثلا بادجت معين لازم يتعمل عن طريق البيلدينج انفورميشن موديلنج. فزي ما حضرتك قلت، ممكن الكلاينت في حد ذاته هو يكون سبب، قد يكون ما هوش ايديوكيتد، قد يكون ما هو البنفيتس بتاعه الموضوع ده مش واضحه بالنسبه له، الحكومه ما بتفرضش ان احنا لازم نعمل الكلام ده. يعني مثلا يعني الامارات حاليا قال لك ان باي 2020 ما فيش مشروع هيتعمل الا لما يكون يعني بيلدينج انفورميشن موديلنج دريفن، وكذلك السعوديه ومعظم دول الخليج. فالشركات اللي هنا في مصر اللي ما هياش بيم اورينتد ما بتقدرش تنافس في مشروعات زي كده، فابتدت تخسر ارضيه هناك. فرغم ان التكنولوجيا عالي، الا ان كميه الكورسات اللي بتدرس في مصر في البرايفت انستتيوشنز عن البيم ما شاء الله، يعني ما كل معهد بيدي كورسات في البيم. لاني يعني انا حتى على المستوى الشخصي لو انا مهندس وكل الاعلانات اللي نازله في دول الخليج عايزه يعني اركتكت بيكون بيم اورينتد او سبيشاليست في البيم، انا بيرسونالي لو ما اناش كواليفايد انا مش هقدر اقدم على مشروع زي كده، مش كمكتب استشاري. فاصبحت كومبيتيتيف ادفانتج اللي معهوش التول دي مش قادر ينافس اوفر سيز. فهو الموضوع عايز يعني على اكثر من ليفل، عايز ليفل على مستوى الجفرنمنت يبقى فيه رولز وريجليشنز، عايز ليفل على مستوى الشركات، عايز يبقى في بنيه تحتيه كمان، ان الحكومه توفر بنيه تحتيه لحاجات زي كده. تمام. رحمه اتفضل. عشان الوقت بس احنا فاضل لنا 10 دقائق، فانا هرجو من الساده الحاضرين يبداوا يفتحوا الكاميرات عشان ناخد الصوره التذكاريه بعد انتهاء الاسئله، وبعد الصوره التذكاريه هيبقى في اللينك بتاع الابلكيشن، الناس اللي هتكتب الابلكيشن عشان يوصل لها الشهاده، وفريق بيب اريبيا هيقول ازاي الشهاده توصل لهم. بعد كده هناخد مداخله الدكتور عفاف بدران. اتفضل يا دكتور عفاف. دكتور عفاف بدران اتفضلي. اوكي، مسموع صوتي؟ دكتور عفاف. اوكي، اهلا وسهلا وشكرا جزيلا المحاضرتين هايلين، فشكر جزيل للدكتور ايمن وللدكتور علي. في تعقيب بسيط على جزئيه السياحه في مصر، وانا بس عايزه الفت النظر ان في حاجتين مصر ضروري تاخد بالها منهم، وهي معامله الاثر ومعامله السائح. احنا عندنا تقصير جامد جدا في الجهتين، بس ده بس التعقيب. بس السؤال اللي انا عايز اساله، اذا كان من المهم للتسويق الترويجي للمدينه ان يصمم المشاريع الهامه
أو الأيقونية أحد أعلام العمارة العالميين، كيف يأخذ المعماريين والمصممين العرب فرصهم لخروج إبداعاتهم؟ خاصة أنا طبعاً السؤال ده أنا كنت بقوله قبل ما يطرح، بس أنا عايزة ألفت النظر لحاجة مهمة جداً، إن في إدعاء بأنه لا يوجد مبدعين عرب، فهل ترون أن المبدع العربي يأخذ فرصته؟ علماً بأن اللي بينفع المبدع الأجنبي إنه عنده إندستري أو عنده صناعة لخامات جديدة وحديثة، وعنده العمالة اللي تقدر تطوع هذه الصناعات الحديثة عشان يقدر يعمل التصميم بتاعه. فأنا بس عايزة النقطة دي تبقى تاكلد، لأن ده موضوع مهم جدا. شكرا. تفضل دكتور علي. شكرا جزيلا، شكرا دكتور عفاف على المداخلة وعلى السؤال، وأنا متفق مع حضرتك في ملاحظاتك على السياحة في مصر، ودي عملية مقلقة، قضية التعامل مع الأثر والتعامل مع السائح. لكن كمان احنا عايزين ننتبه يا دكتورة أن السياحة في مصر ما تبقاش سياحة أثار فقط، مصر عندها مقومات تملك أن تكون بها كل أنواع السياحة بلا استثناء، سياحة مؤتمرات، سياحة تسوق، سياحة بيئية، سياحة دينية، أي نوع من أنواع السياحة ممكن أن يكون في مصر، لكن إحنا لسه الحقيقة ما دفعناش طاقة كبيرة في هذا التوجه. وأيضا يجب أن نرفع شعار السائح يمكن أن نراه مرتين، إحنا لسه رافعين شعار السائح لن نراه مرة أخرى، وبالتالي من أول سواق التاكسي للعامل الفندق لمعرف مين، السائح بيعامل على أنه إن شاء الله لن يعود. أنا أتمنى أن يكون لنا مدخل جديد، وهو أننا نريد أن السائح يعود مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وده هيبقى أفضل، لأن ده معناه أن دي سياحة مستدامة. لو أنا لا قدر الله ضحكت على سائح وخدت منه في المرة دي $10، أنا لو جبته 4-5 مرات هاخد منه أكتر من كده بكتير. فإنما بالنسبة لسؤال حضرتك يا دكتورة، أنا كنت شديد الوضوح، ده أنا قلت إن واحدة من القنوات لترويج المدينة المعاصرة هي استدعاء المعماريين العالميين، لكن هذا ليس له علاقة على الإطلاق بإعطاء قيمة للمعماري المحلي، بشرط أن يكون معماري محلي مبدع، بشرط أن يكون معماري محلي مخلص، بشرط أن تكون الدولة مؤمنة أن هناك عقول مبدعة من المعماريين والعمرانيين يمكن أن يساهموا في نسيج المدينة. لو بنتكلم على مصر يا دكتورة، كيف يتم تطوير ميدان التحرير بدون أن يكون مسابقة، حتى لو كانت مسابقة محلية لتفعيل العقول المبدعة الرائعة من المعماريين المصريين وخاصة المعماريين الشباب؟ أين شاوريلي حضرتك على مسابقة واحدة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ شاوريلي على مسابقة واحدة في مدينة العالمين الجديدة؟ شاوريلي على مسابقة واحدة في مدينة المنصورة الجديدة؟ شاوريلي على مسابقة واحدة في مشروع لسه أنا مكتشفه من شوية اسمه خوفو الجديد، ولا محور خوفو الجديد؟ إحنا يا دكتورة، إحنا اللي بنجهد الطاقة الإبداعية للمعماريين المصريين والعرب، إحنا اللي بنوصلهم لحالة من الإحباط عندما يروا كل هذا الكم من المشروعات حواليهم ولا واحد منهم قادر يساهم. بالعكس يا دكتورة، ده أنا مؤمن تماماً بالكلام اللي حضرتك بتقوليه وكتبت عنه عشرات المرات، أن يجب أن نؤمن بالطاقة الإبداعية المحلية، يجب أن نؤمن بالمعماريين العرب. مصر يا دكتورة فيها فوق 50 قسم عمارة، يعني أنا عايز أعرف بس الخريجين دول بيروحوا فين، عشان في الآخر المشروعات بيصممها مهندس نسيج ومهندس مية ومهندس معرف مين تاني. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كرسي في الكلوب ده، كرسي في الكلوب كده يعني. تمام يا دكتور علي. طيب آخر مداخلة، وأنا بعتذر لكل اللي بعتين أسئلة، بس يعني عشان الوقت، عشان فرق التوقيت، الإخوة اللي في العراق وفي فلسطين الحبيبة وفي قطر وفي الإمارات والسعودية، فرق التوقيت بالنسبة لنا احنا 12 إلا ربع، يعني في بعض الدول الساعة داخلة على 2. تمام، فآخر مداخلة دكتور إبراهيم عشان رافع إيده من بدري، وكل حد عايز يبعت سؤال لأي من المحاضرين، في باشمهندس عمر او باشمهندس محمد في الرابط هيبقى في مكان للملاحظات او الاسئله. ايوه دكتور، في مكان لو حد عايز يكتب الرابط للاسئله،
حضراتكم هتكتبوا الأسئلة وفريق بيم أريبيا هيرسلها للأساتذة، وهم يعني لو وقتهم يسمح وعلمهم يردوا على حضراتكم، وفريق بيم أريبيا هيبعتونا على الشهادات تمام، أو هنعملها على البيج إن شاء الله. دكتور إبراهيم معطية، وهو آخر مداخلة وآخر سؤال، وبعدين ناخد الصورة الجامعية. اتفضل دكتور إبراهيم. السلام عليكم دكتور أيمن. السلام عليكم دكتور علي. دكتور أحمد جزاكم الله بخير، مش هطول عليكم، أنا عارف إن الوقت يعني تأخر. السؤال بتاعي: إزاي أستفيد من الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل المدينة المستدامة مع الحفاظ على الهوية الوطنية؟ لسعادة الدكتور أيمن والدكتور علي، إزاي أستخدم الذكاء الاصطناعي؟ طبعا بقى منتشر، إمكانياته كتير، في فاسيلتي عالية، في إن أنا أعمل صناعة المدينة المستدامة بشكل أحافظ على الهوية وأحافظ على التراث بالشكل اللي إحنا عارفينه. خير الدكتور علي، ممكن حضرتك يعني يمكن بريليتد أكتر لمحاضرة حضرتك. هو الذكاء الاصطناعي اللي هو إيه يا دكتور إبراهيم؟ يعني شوف إن أنا إزاي أعيش في مدينة سمارت سيتي. شوف يا دكتور، أنا علشان مش عايز أعطل الأخوات والإخوة، أنا في مقالة كاتبها بالعربي وبالإنجليزي اسمها نحو مدن غبية، فأنا هبعتها لحضرتك لأنها بتجيب على كل هذه التساؤلات. إحنا واقعين في فخ يا دكتور اسمه المدن الذكية. فيش حاجة اسمها مدن ذكية يا دكتور، في مدن إنسانية، في مدن تهتم بالإنسان، في مدن تلبي احتياجات الإنسان. لو احنا افتكرنا ان لو المدينة إشارات المرور بتشتغل فيها بالكمبيوتر وحجز تذاكر المترو بالكمبيوتر تبقى المدينة دي مدينة ذكية، نبقى غلطانين يا دكتور. لو فاكرين ان أبواب المطارات ولا أبواب المولز بتتفتح بروبوت ولا حاجة زي كده فده يخلينا سعداء، آخر الأبحاث اللي بتتكلم على المدن الذكية يا دكتور بتثبت أن هذه المدن هي فخ له شقين: شق من شركات إنتاج التقنيات بتبيع لنا بضاعة، بتبيع لنا أجهزة وبتبيع لنا كاميرات وبتبيع لنا سنسورز وخلافه، وجزء تاني أنه هي بتستخدم كأداة تسويقية لبعض الحكام. أنا أخلي لكم المدينة ذكية، أخلي لكم المدينة جيل رابع، أخلي لكم المدينة جيل خامس. أنا دكتور رأيي إن إحنا يجب أن نتجاوز فكرة الألقاب والتفسيرات اللي بتجيلنا من العالم الغربي. أنا أتمنى يا دكتور إن تركيزنا يكون كيف نسعد الإنسان العربي، وعندما أقول كيف نسعد الإنسان العربي أنا لا أتكلم على الصفوة، لا أتكلم على النخبة، لا أتكلم عن الغني. الدولة المحترمة والمدينة المحترمة هي التي يسعد فيها الفقير قبل الغني، دي المدينة الذكية بجد يا دكتور. شكرا لكم. شكرا دكتور لحضراتكم. أولا الصورة جماعية تذكارية، فكل واحد حر يفتح الكاميرا أو ما يفتحش. الرابط هينزل حالا بعد الصورة الجماعية. في الرابط ده حضراتكم ممكن تكتبوا تساؤلاتكم للأساتذة. الفيديو مفتوح ولم يغلق عشان في ناس الظاهر عندهم في مشكلة في الانترنت. البث مباشر على صفحة بيم أريبيا وعلى بعض الصفحات الثانية، وبعد ما بيتعمل المونتاج فريق بيم أريبيا بينزل الفيديو على قناة يوتيوب وعلى قناة الفيسبوك، فهيبقى متاح ومتداول للإخوة. في كذا طلب وصل ان احنا نطلب من اساتذتنا الباوربوينت فايلز، فاحنا طلبناه وهم الملكيه الفكريه لحضراتهم، لو عايزين يبعتوه هنبعته لحضراتكم، لو مش عايزين يبعتوه هو هذا ملكيه فكريه وجهد عقلي يعني. تمام، نورتنا يا دكتور علي، وانا سعيد جدا، ويعني بقالنا سنتين بنحاول نعمل لقاء مع بعض تقريبا، من اخر لقاء في الدوحه تقريبا. دكتور ايمن اشكرك دكتور، حضرتك جزيل الشكر وعلى علمك وعلى متابعتك ودعمك الدائم، وربنا يديك الصحه والعافيه. فريق بيم أريبيا اتفضلوا خدوا الصوره بتاعتكم او الصور، ابتسموا يا جماعه، فاننا مقبلين على ايام خير ان شاء الله. كل سنه وانتم بخير.
بكرر الشكر لفريق بيم أريبيا، المهندس عمر سليم، المهندس محمد أشرف وكل الفريق بتاعهم، جزاكم الله خيرا وعلمي ينتفع به إن شاء الله، وشكرا على دعوتكم الكريمة لنا، ونرجو أن كل أساتذتنا وزملائنا يكونوا استفادوا من هذا اليوم، ونتمنى من أساتذتنا دكتور علي ودكتور أيمن نكررها تاني لو وقتكم يسمح. ويعني واسعدتونا، انا على المستوى الشخصي كنت متوقع ان احنا نخلص في ساعتين، في ناس عايزين يقعدوا للصبح، وفي حد بعت لي احنا معاك للفجر، قلت لهم الفجر دي صعبه قوي يعني ان شاء الله نحاول نكرر تاني. وحضراتكم اللينك تقريبا نزل، مهندس محمد اشرف نزله، واي تساؤلات اكتبوها واحنا هنوصلها بامانه لدكتور علي ودكتور ايمن. ودكتور علي ودكتور ايمن مشكورين، بعتوا حتى طريقه التواصل عن طريق الايميل او على عن طريق لينكد ان يعني، وجزاكم الله خيرا وكل سنه طيبين. شكرا جزيلا. طيب في امان الله. شكرا, شكرا دكتور علي، تحياتي لحضرتك بروفيسور علي. شكرا يا احمد، شكرا للزملاء، شكرا دكتور شمس عمر، ربنا يكرمك. السلام عليكم. شكرا، الله يكرمك. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا دكتور علي. شكرا يا فندم. شكرا دكتور علي. شكرا دكتور. مع السلامه. دكتور باشمهندس عمر، باشمهندس محمد، ربنا يجزيكم خير وكل فريقكم، ربنا يجزيكم خير.